مباراة للنسيان. دي اكيد مباراة للنسيان حاجة بسيطة جدا ايمن، مفيش حد النهاردة من فريقك في مستواه الطبيعي. ايه الاسباب؟ الا الشناوي. لولا وجود الشناوي النهارده كانت النتيجه ارتفعت عن هذا بقت بكتير. لكن في يعني كل فرقتك مش موجوده في الملعب. ايه الاسباب اللي زور مستواك؟ بص هقول لك حاجه، مش كلام للاستهلاك. ممكن يكون بدنيا انت تعبان، اجهاد. بس هرجع اقول لك يا ايمن، تعبان بدنيا واجهاد مش من بدايه المباراه. احنا كنا بنشتغل بسرعه وكنا اتفقنا على حاجه، ان في حلقه مفقوده في وسط الملعب في 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 فريق النادي الاهلي. ده كان مأثر معاك قوي في الشوط الاول النهارده، كان كل الاستحواذ دي مهمة، انت مالكش شكل في الشوط الاول. عملت الغلطه اللي احنا مش بنحبها، الدخول بطيء في المباراه، سبت برضو الدخول ببطء ببطء، هو عالي انت ما عليتش. يعني المباراه بدات بطيئه ما فيهاش متعه، لكن هو مع مرور الوقت بدا يعلى بالاداء شويه. انت على نفس الوتيره، نفس الاخطاء، نفس المساحات الكتير قوي اللي عمره شفتها في وسط النادي الاهلي. التمريرات المقطوعه، التمريرات طبعا تمريرات مقطوعه كتير جدا. عدم استحواذك على الـ على الـ على الـ على الـ على ادائك في المباراه نفسه مش موجود. انت ما عندكش استحواذ، انت مش عارف تبني هجمه. عشان كده الهجمات في الشوط الاول نادره، لما كنت بتشوف هجمه منظمه. انا بقول لك اول هجمه شفتها النادي الاهلي في الدقيقه 36 من الشوط الاول، عمرها ما حصلت ايام خالص في تاريخ النادي الاهلي في مبارياته. مع ان هم الشوط الثاني مش عاملين عليك الضغط ولا حاجه. هم مش عاملين، هم على فكره، على بص ايمن، هو على فكره هو لعبك بنفس الشكل، هو ما غيرش شكله. انت اللي الشوط الاول سايب الشوط الاول عشان هو كان كده شكله احسن منك. الشوط الاول هو كان ممتلك زمام الامور زي ما بيقولوا لحد ما احرز الهدف. بعد الهدف انت كمان خرجت من المباراه زياده، يعني انت حاسس انت وحش. هو اللعيبه حاسه ان هي مش فايقه، مش كويسه. بعد الهدف كمان انت خرجت مباراه زياده. هو بدا على نفس الاداء ونفس اللعب، هو ما غيرش اداؤه في الشوط الثاني. بالعكس، هو اخر ربع ساعه بدا يلعب على مدافع كويس قوي وبيلعب كور طويله، وكان ممكن يحرز فيك هدف او هدفين بنفس اللعب ده. لولا الشناوي، لولا الشناوي، تالق الشناوي الشوط الثاني ما شاء الله تالق مش طبيعي. انت ادائك عليه على استفهام كتير قوي النهارده. لازم اللعيبه تعرف النهارده مباراه بالنسبه للنادي الاهلي مباراه وحشه. مش عيب انك تقول النهارده انا لعبت مباراه وحشه، او مش عيب النهارده يبقى يومك وحش كله، لكن العيب انك تكابر، العيب انك تقول النهارده انا ما كنت كويس. لا النهارده الاداء مش هو اداء النادي الاهلي. كنت اتمنى يبقى الاداء احسن من كده، لكن انا معاك ان في تعب وفي اجهاد، لكن كمان في غلطات في الملعب نفسه، في غلطات من اللعيبه نفسها. حتى لو انا مجهد او تعبان يا ايمن، ما ادورش على الصعب. انا دايما بقول الكلمه دي هنا، على الاقل لو انا تعبان اقدر اقف صح. يعني انا النهارده لو انا شايف فرقتي تعبانه، ما خلاص مش لازم اعمل ضغط. بالعكس، انا انزل نص ملعبي واقرب خطوطي قوي. طول ما انا تعبان لازم تبقى لعبتك قريبه، لازم، ما ينفعش. بالظبط، انت برضو النهارده عامل خطا في الشوط الثاني ملوش حل. صحيح. محمد عبد المنعم وياسر على خط 18 عند الشناوي، ما ينفعش وانا تعبان. دي بديهيات في كره القدم. لما اكون تعبان لازم خطوطك تبقى قريبه جدا جدا جدا، حتى لو الخطا ممكن تعالجه. لكن انت بتسيب مساحات لفريق بيلعب على المساحات، وهو بعد مرور ربع ساعه وثلث ساعه من الشوط الثاني، هما برضه اللعيبه شايفه في الملعب ان مفيش طفره حصلت في النادي الاهلي. مفيش حته انا عايز اتعادل، مفيش الغل بتاع النادي الاهلي، مفيش الضغط الهجومي. فهو بدا يلعبك كمان، هو كمان لعبك استهلاكي تماما، بساط كتير قوي، وبياخد ضربات ثابته كتير. الضغط بس عدم الفوقان ده، او حتى احنا ساعات بتبني مثلا على واحد فايق كويس، مفيش واحد فايق خالص. ما دي يعني الاجهاد ممكن يكون متمكن من اللعيبه كلها. لا انا مش بقول لك، انا مش على فكره، مش بقول الاجهاد والتعب هو الاساس. لا لا لا، ما احنا عايزين نحط ايدينا على الاسباب. انا مش هعمل زي المذيع اللقاء اللي بيتكلم ده بيقول ايه، بيضلل يعني اساسا. لا ايوه، انا بقول في بعض اللعيبه مجهده ماشي، في بعض اللعيبه النهارده لازم تشيلني اخطاء كتير قوي في الملعب غير مبرره. أي. في بعض النهارده اخطاء في التحركات في الملعب نفسه، في بعض اللعيبه النهارده مش يعني مظبوط، مش ملتزمه بالاماكن بتاعتها. في النهارده انا مش عايز اقول اسامي، كم تمريرات مقطوعه. صحيح. من لعيب المقدمه، يعني الكوره انا بوصل لايمن للثلث الاخير في الملعب على سان داونز، تتقطع منك الكوره، هترجع تدافع تاني. ما هو ده كله استهلاك لجهد وتعب. يعني السولية، ديانج، حمدي، ما هو ده جهد عليهم هم اول ناس، مش على ياسر و بالظبط. هم لازم مطالب يقطع الكره، هيجد كميه جري كتير، لدرجه ان عمرو السولية في الاخر
انا بشفق على عمرو خلاص. ما هو انت هو استهلك يعني عمرو استهلك تماما من تمريرات مقطوعه من بعض اللعيبه بيضطر يقطع يجيبها تاني عايز يقفل نص الملعب في الشوط الاول حاجه يمكن اجمعنا عليها كلنا هنا مش انا بس ان في ثغره في نص الملعب في توهان يعني في عدم انضباطيه في نص الملعب مع ان ده يعني مش انت عندك ثلاثه نص ملعب لما بينضبطوا وشكلهم حتى لو اترسوا صح ما عندكش مشكله. النهارده في خطا حصل في التحرك نفسه النهارده حمدي فتح كتير قوي ناحيه علي معلول الشوط الاول ما دي برضو حاجه مش مبرره بتسيب نص الملعب. بص يا ايمن هو اليوم النهارده كله اخطاء كله تعب كويس طلعت 1-0 الحمد لله بجد يعني الحمد لله 1-0 النهارده الشناوي متالق النهارده والوحيد في فرقتك حتى التغييرات اللي ممكن تعمل لك انتعاشه في 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 في, في الشكل وفي الاداء ما فرقتش يعني النهارده نفسي احمد عبد القادر في انتعاشه طاهر لما لعب في المكان ده ماشي مع ان انا من وجهه نظري كان حسين الشحات اللي لعب المكان ده كتير قوي وكان متمرس فيه وكان طاهر ممكن يبقى رابحه معاك لكن هو مستر موسيماني هو اللي شايف هو الادرى كل احترام ليه احنا بس بنتكلم احنا بس شايفين الملعب هو الادرى بشكل اللعيبه بتاعته. حسام حسن النهارده خد وقت كتير الحمد لله شويه كتير حاول لكن ما اقدرش احكم عليه برده مهما كانك انت صحيح انت مش ضاغط هجوميا ومش عامل كوره عرضيه كتير حتى في صوره جت على موسيماني اللي هو بيلعبوا كره طويله انا عندك اتنين بيلعبوا دماغهم بس الكره طويله ما تتلعبش من المواجهه يعني احنا عكسنا اللعب كله هي ما تعملش من مواجهه تعمل من عند طاهر من عند علي معلول زي اللي عملها الوحيد اللي عملها علي معلول النهارده راحت لحسام لكن توجيهه كان غلط وما ينفعش يلف دماغك هو لو وجه بس لو وجه دماغه بس لكن انا برضه بعذره البعد عن الملعب حاجه مش 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 سهله لكن خلاص مباراه انتهت خساره طبعا سان داونز كسبك رايح جاي مبروك عليهم انت خساره النهارده بالنسبه لك مش كويسه يعني كنت اتمنى النهارده واحنا تعبانين كده وظروفنا دي كنت اتمنى عشان كده بقول لك تعادل كان بالنسبه لي النهارده بالحاله اللي احنا فيها دي انا كان بالنسبه لي يعني مرضي لكن خلاص يعني المباراه ولكن ما زالت حظوظك موجوده لا موجوده ان شاء الله موجوده بقوه سان داونز خلاص تقريبا اتاهل رسمي انت ان شاء الله حظوظك موجوده وهتتاهل وكل حاجه احنا دايما بنبص دايما اللي بعد كده انت دايما انت تحب فرقتك تحب النادي الاهلي في المستوى اللي انت بتحبه صحيح. حتى لو انت تعبان وعندك مشاكل كتير قوي يبقى عندك ثقافه ازاي اطلع باقل الاضرار اقل اضرارك النهارده كنت ممكن تطلع متعادل ما تطمعش في المباراه صحيح. سيبها وخلاص لانك انت ظروفك مش طبيعيه صحيح. كابتن اسامه هارد لك يعني كابتن علاء قال لك الاداء ما كانش بشكل حلو بس ايه اللي خلى الاداء مش احسن من كده ممكن يكون الجهاد جزء من السبب مش هنقول هو ده المبرر الوحيد ولكن مفيش شك ان تتالي المباريات الكتير وضحت في الماتشات اللي فاتت في بعض المباريات زي الهلال السوداني زي بيراميدز رغم ان كسبنا 3 المريخ برضو النهارده بقى كمان بعد الماتشات دي كلها وتسافر بعديها في نفس اليوم بالليل وتلعب بعدها بثلاث ايام برضو دي واضحه. الحاله الفرديه ايمن لكل اللاعبين زي ما علاء قال باستثناء الشناوي كلهم بلا استثناء مش في الحاله الطبيعيه بتاعته. يعني بدايه من الخط الخلفي معلول يمكن ياسر متماسك شويه يعني محمد عبد المنعم كريم فؤاد ثم طاهر حمدي والسليه وديانج اللي هم بنعتمد عليهم اساسا وبنقول ان دول الاساس في مصدر قوتنا. تمريرات كتيره جدا مقطوعه مراكز حتى بتاعتهم مش مظبوطه يعني حمدي فتحي المفروض انه بيلعب قدام المدافعين كتير بنلاقي ديانج هو اللي قدام المدافعين كتير نلاقي السليه هو اللي قدام المدافعين بعدين نلاقي حمدي فتحي يمين وبعدين نلاقي حمدي فتحي شمال بعدين نلاقي ديانج شمال بعدين نلاقي السليه يمين يعني ما انت مش عارف لهم ماسكه وكمان تمريرات كتير خطا منهم فالحاله مش حلوه ونص الملعب بالذات لما بيروح منك واللعيبه ما بتبقاش فايقه بتاثر جدا في اداء المباراه ككل. تعالى للخط الامامي طبعا بيرسي تاو بعيد جدا
قفشه النهارده بعيد، رغم ان انا من يعني تملي بسني على اداء قفشه، ولكن برضو بتاخر كتير في الكوره، مش فايق. شريف طبعا بالطبع هيبقى بعيد، لانه كل الثمانيه تسعه اللي وراه حالتهم مش حلوه. حتى لما اضفت ناس زي حسام حسن واحمد عبد القادر، ما في صربعه وفي استعجال وعايز تلعب كور طويله قدام، فالعمليه مش ماشيه. واحنا كلنا بنقول الكلام ده ما قلناهوش على الشوط الثاني على فكره، كل ده كان كلامنا برضو الشوط الاولاني، وقلنا ده احنا خايفين ناخد الجون الثاني، وده كان هيحصل فعلا. يعني لولا تالق الشناوي في اكتر من موقف، في واحده انفراد تام برقم تسعه اللي نزل اللي هو سافرينكو ده، ولا سافرينكو، انفراد كامل الشناوي قدر يشيلها، واكتر من واحده بعديها كذا تسديده وكذا، فهو اللي كان واقف على رجله. يعني يوم من الايام الوحشه في الكوره، مش بس في النتيجه، اصل ساعات انت بتلعب كويس وبتخسر النتيجه خلاص، بيبقى ده هارد لك يعني. لكن النهارده ما تقدرش تقول هارد لك، يعني في ماتشات بتقول هارد لك انك انت عملت اللي عليك، زي سان داونز هنا. سان داونز هنا انت هارد لك، انت عملت ماتش حلو وضيعت فرص، وهم خطفوا كوره من كورتين ولا حاجه، لكن مجمل ال 90 دقيقه النهارده لا، ما تقدرش تقول هارد لك. يعني انت بتتكلم هارد لك ك ك ك ك, ك احنا بنقول لنفسنا ك لا بنقول هارد لك لنفسنا كده او للجمهور كده، لكن انا نتيجه يعني نتيجه المباراه، لكن اداء مش هارد لك. هو طبيعي النهارده انك تخسر، يعني احداث الماتش والفرص اللي ليهم والفرص اللي لينا وبتاع، هم يكسبوا الماتش وكسبوه يعني من الايام العاديه في الكوره. ايوه، فالحاله الفرديه لكل لاعب اثرت على الحاله الجماعيه. ما انا ما اقدرش ابقى حالتي الجماعيه كويسه اذا ما كانش فرديا كل واحد واقف على رجله. صحيح، ما هو ده خارج عن اداء علي معلول مثلا، حمدي فتحي، سولية، ديانج، بيرسيتاو، شريف. طب مين؟ ما انت ممكن انا اتحمل مثلا ثلاثه اربعه، ممكن اتحمل خمسه، هيبقوا في سته واقفين قوي على رجليهم وفي ثلاثه اربعه ملخبطين شويه، اقدر اتحملهم. لكن ما فيش فرقه، وبتلعب فرقه في مستوى جيد، يعني ما تقدرش تقول ايه من الفرق الضعيف، فرقه كويسه، فرقه صن داونز. فما اقدرش انا اقول تسعه او ثمانيه او عشره في الملعب بره الموضوع وهقدر اتحمل، ما مش هقدر اتحمل. ما هي ده بياخد درجه من عشره مثلا، سبعه من عشره، وده سبعه من عشره، وده سبعه ونص، وده ثمانيه وبتاع، وفي اتنين تلاته واخدين تلاته اربعه من عشره، ماشي الفرقه هتقوم على رجليها او هتقدر نشيلهم. لكن لما كله يبقى في الحاله اللي مش طبيعيه بتاعته، مين اللي هيشيلهم؟ صحيح. مين اللي هيشيل مين؟ صحيح. يعني احنا الحمد لله ان حاله الشناوي كانت كويسه وفايق، واقف على رجله في اكتر من كوره، فهارد لك. والحمد لله احنا عندنا ماتشين، حتى احنا كنا بنقول كده قبل الماتش، انا قلت كده قبل الماتش، قلت مهم جدا ان احنا نكسب او نتعادل، ولكن حتى لو حصل هزيمه النادي الاهلي قادر ان يكسب المريخ والهلال السوداني هنا ويتاهل مع سان داونز اللي هو تاكد صعوده للماتش الثاني، اول مجموعه خلاص، اول او ثاني يعني، حتى لو خسر الماتشين الجايين يعني، بقول لك حتى لو خسر الماتشين الجايين هو اول، او قصدي هيصعد يعني، اول هيتاهل يعني. فان شاء الله التاهل يكون محسوم لينا في مباراتين الهلال والمريخ، ومش مهم بقى نطلع اول او ثاني، المهم بس نصعد، وبعد كده لكل حدث حديث ولكن أو كل ما ولكن كابتن عادل زمالك كباتن، الخساره اليوم تعني ان لا بديل عن الفوز مباراتي المريخ والهلال. طب خلينا نعرف خسرنا ليه من وجهه نظر متواضع يعني. النهارده اربع اسباب لهزيمه النادي الاهلي، اقولهم وبعدين اشرحهم ببساطه كده. اولا ضغط المباريات من شهر 12، الضغط اللي عليك دائما، واحد ما لعيبه منتخب ولعيبه نادي وتلخبطه وارتفاع مستوى في مجموعه من اللاعبين ولعب مباريات كتير وعدم وانفيت للعيبه كتير يعني اللي هم مش بيبقوا جاهزين. اتنين، اخر مباراه للنادي الاهلي رغم انه كسب، انا كنت اتمنى انه تؤجل لانه مباراه صعبه فيها كم جري كتير يعني، احنا اتكلمنا فيها وقلت كتير وقلت النادي الاهلي هيلعب المباراه دي ورغم الضغط اللي هيبقى فيه هيروح جنوب افريقيا مش هيبقى قادر. ده لا، تسع ساعات سفر، انت بتتكلم في طيران، وانت بتتكلم تخرج من المباراه على هناك على المطار، ما كانش في
كان يعني انا مش بقول علشان لو كنا كسبنا كنت قلت نفس الكلام ده النهارده، لاني انا مش هتكلم علشان احنا خسرنا فببرر، لا انا بقول لك الاسباب. فكان يجب ان مباراه بيراميدز دي تتاجل وعلشان كم الجري اللي كان فيها وممكن تلعبها بعدين. ثالث حاجه تغيير طريقه اللعب كتير قوي مع مستر موسيماني في المباراه الواحده، ممكن يغير طريقتين وثلاثه والحاجات دي. عدم انتظام اللعيبه في الاماكن، في ناس النهارده انا شايف حمدي فتحي ولا بيلعب في السرد باكات ما بين الاثنين ولا بيلعب ما بين الاثنين اللي قدام، يعني ديانج والسوليه ما بيلعبش بينهم ولا بيلعب ما بين محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، هو المفروض اللي هو. بس خليني اكلمك على حته تغيير طريقه اللعب دي، لو اللعيبه مش مجهده كانت تقدر تنفذ اي طريقه، فطريقه اللعب مش هي الاساس. يعني طريقة اللعب النهاردة 3 4 3 مش هي الأساس، هي الأساس النهاردة في الموضوع زي ما قلت حضراتكم إن اللعيبة مجهدة. بمعنى إيه يا كابتن إن مش هي الأساس؟ وعلى فكرة ما لعبش 3 4 3 3 3 4 3 3 على طريقة اللعب عامة. لا هو بس عادي كان بيتكلم النهاردة، إحنا لعبنا النهاردة 4 3 3 3 3 لأن حتى عندي فتحي كان بيزيد كتير. يعني لا أنا شوف عاوز أقول لك حاجة يا كابتن، من الذكاء لما تكون مجهد العب بالطريقة اللي ما فيهاش كم جري، 4 3 3 فيها مساحات وجري كتير. خلينا نتكلم ببساطه وفي شغل التدريب يعني. فده السبب رقم ثلاثه ان هو اجهاد اللاعبين زائد تغيير اماكن كتير قوي، تغيير لعيب بيلعب في مكان. يعني طاهر محمد طاهر النهارده لعب فين؟ ناحيه الرايت. بس انت مضطر. انا مضطر فين؟ ما حسين الشحات لعبها قبل كده. يعني خليه، انا مش مضطر ولا حاجه، انا مدرب ما بقاش مضطر. احنا لما بنبقى كويسين بنقول احنا كويسين. ورامي ربيع لعبها قبل كده عادي. ها؟ ورامي لعبها قبل كده. ورامي كان موجود. محمد عبد المنعم ما لعبها في المنتخب. لو انت عندك اضطرار. لكن طاهر محمد طاهر ما يقدرش يلعب باك رايت. مش هيديك ولا هنا ولا هنا، يعني لو في الراس عرفه ممكن، لكن حسين الشحات ياما لعبها كتير، حسين الشحات اصلا بنستغله في الحته ان هو تعرف انه باك رايت او جناح يمين. بيلعب ما بين الاثنين. ده دي تالت حاجه. رابع حاجه بقى وقت المباراه، انا بقى دي وجهه نظر وتغيير النظام التغذيه وحاجات كده كتير. لكن من هنا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، يجب على مستر موسيماني يعرف انه لازم تسبب اسباب كتير قوي علشان تخلي فرقتك كويسه. لازم تعتنوا بحته الاستشفاء، انت بتلعب مباريات مش منتظمه، لازم تعرف ان هتتحط في حاجات كتير قوي وهيدوسوا عليك كتير قوي حتى في التحكيم. لازم تعرف انك النادي الاهلي كده. فانا من وجهه نظري ما كانش يجب النهارده التغيير كتير في طريقه اللعب، وما كانش يجب الاستعجال للمكسب. كان يجب الوقوف، وانا يمكن قلتها مش بقول كده عشان نخسر، انا كنت متخوف من اول الماتش يا كابتن وكلمتك حتى الجون قلت لك هم عندهم مستين ميزه في الكور الثابته اللي ليهم وعليهم عيب كبير. فانا بقول لك انه كان يجب ما تستعجلش المكسب، كان يجب انك تقف كتير وانت مجهد، كان يجب انك تضيق المساحات بين بعض ما تبعدش. هو اللي خلى قفشه النهارده، انا شفت قفشه النهارده في حاله لا يرسل على قفشه، كان وحش قوي النهارده. ليه؟ لانه قفشه ما يعرفش يلعب بسبرنتات. قفشه لازم ياخد نفس ويوقف الكوره ويلف ويبص ويلعب. محمد شريف النهارده فين؟ محمد شريف تحركات محمد شريف لوحده قدام معزول. بيرستاو يعني انا قلت النهارده ان بيرستاو المفروض يبقى من افضل اللعيب، تحس ان هو عاوز يثبت نفسه لفرقه جوهانسبرج لفرقه سان داونز. ليه؟ مشدود قوي والكره تاخد له وتروح وتطول منه والحاجات دي كلها. في حاجات كتير قوي لازم نحط ايدينا عليها. احسن حاجه في الفرق الكبيره ان لما يعني احنا اخفقنا النهارده بس بنقوم بسرعه. احنا مش خايفين احنا ما نوصلش. النادي الاهلي البطولتين اللي فاتوا طلع تاني المجموعه وخدناهم ان شاء الله. واحنا يمكن اتكلمنا في وقت قبل كده وانا قلتها قبل كده، قلت ربنا يستر في الفتره بتاعت دوري المجموعات لان صعوبه المباريات كتير قوي علينا. يعني ضغط وما بتتساعدش. لا يعني انت ما بتتساعدش، تروح تلعب في كاس العالم للانديه واحد يوعدك يقول لك هتلعب بجميع لعيبتك ما تلعبش بلعيبتك.
تروح عندك ماتش مهم مع سان داونز يلعبوك مباراه صعبه جدا مع فرقه كبيره زي بيراميدز، مهما كان كسبت ولا ما كسبتش. فنخلي بالنا الايام اللي جايه في تحدي كبير قوي على النادي الاهلي وعلى موسيماني وعلى الفرقه. مش معناها هم ادوا اداء كويس بقالهم فتره ومتحدين الصعاب وبيعملوا حاجات كتير، مش معناه ان هم يتغلبوا ان احنا نقلب الدنيا، بس احنا بنقول اسباب طبعًا لازم نراعيها فقط ولازم نعالج، ولكن ولازم تتعالج، ولكن احنا في ظهرهم وهارد لك يرفعوا راسهم ولا اي حاجه، هنوصل وهنبقى كويسين وهنشتغل كويس ان شاء الله. ان شاء الله كابتن بلال هارد لك، ولو ان كابتن اسامه قال لك يعني تتقال في المواقف اللي انت كنت فيها كويس يعني، لكن النهارده كان يوم النادي الاهلي بعيد جدا عن المستوى. هل فعلا زي ما الكباتن قالوا الاجهاد عامل اساسي في الظهور بنفس المستوى المتواضع النهارده؟ ده طبيعي يا كابتن، طبيعي ان يعني احنا اللي احنا شفناه في الملعب واضح جدا ان اللعيبه مجهده، واضح جدا ان اللعيبه مش قادره النهارده. يعني كباتن اتكلموا ممكن في حته ان انت ازاي اللعيبه هتنفذ خطه المدير الفني، ازاي اللعيبه بتشتغل حتى الحاجات الفرديه، كل ده ما كانش واضح النهارده وما كانش موجود عشان يعني كم الاجهاد اللي عند اللعيبه. طب خليني اقول لك حاجه، لو معظم اللعيبه مجهده، هل انا وانا لعيب مش مجهد الحاله اللي عند اللعيبه دي انا اتاثر بيها؟ انت كمين بالظبط؟ كلاعب؟ كلاعب يعني؟ كلاعب مش مجهد. طبيعي طبيعي، انت بتلعب تيم، بتلعب خطوط. ايوه النهارده يعني دي برضو من ضمن المشاكل، النهارده الاهلي بيلعب في حوالي 70 80 متر. مظبوط. تمام، وده شيء صعب جدا لما تكون بتمر بحاله من الاجهاد، صعب جدا تلعب في 70 80 متر. مشكله الاهلي الحقيقيه في الماتشات الصعبه اللي بره ملعبنا ان الـ 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 الطريقه اللي بتهاجم بيها مش واضحه. يعني انت مش واضح هتجيب جول ازاي، هل هتجيب جول من كره عرضيه، هل هتجيب جول من كره ثابته، هل انت بتلعب على هجمه مرتده سريعه. يعني احنا اتفقنا كلنا في الاستوديو من حوالي 3 4 ماتشات فاتوا، قلنا 4 3 3 لا يصلح فيها محمد مجدي قفشه، لا يصلح فيها. تمام، مش لا يصلح فيها كانه مش لعيب، قصدي يعني مش ده الانسب انه يلعب وينج في الحته دي. تمام، الشوط الاول محمد مجدي في نص ملعب يا اما ناحيه اليمين، عندك جاب كبير جدا ناحيه الشمال. الشوط الثاني نفس بنكرر نفس او بيتكرر نفس الموضوع. ممكن لو انت عايز تلعب بثلاثه قدام عشان تستغل التحولات لازم تلعب بلعيبه اوريدي هي لعيبه وينجرز، عندك حسين الشحات موجود بره، عندك طاهر محمد طاهر موجود بره، ممكن تلعب بشريف على اليمين وتلعب بحسام حسن في قلب الملعب. فكره كمان انك بتلعب كرات طوليه على محمد شريف وهو مش اللعيب رقم 9، اللعيب الارتكاز بتاعك برضه فكره صعبه جدا جدا على ماتشات انت بتلعبها بره. احنا السكند بول مش بتاعه النادي الاهلي كلها، الشوط الاول والشوط الثاني مش موجود. ليه؟ لانك بتلعب كره طويله مستني محمد شريف يقف، لا محمد شريف دايما عايز ياخد في الفاضي، عايز ياخد في مساحه. تمام، عايز يتحرك لقدام عشان ياخد يعني يستلم قدام قدام المرمى، دي طريقه لعب اسلوب لعب وبيسجل منها اهداف وبيجيد فيها محمد شريف. لكن طريقه اللعب بتاعت النهارده لا تتناسب مع قدرات شريف وامكانياته. ما انا النهارده كمدير فني لازم ابقى انا برضو عارف انا هشتغل ازاي مع لعيبتي. عندنا اجهادات، عندنا اجهادات، مش هنقدر نتكلم في الحته دي لان فعلا واضح من ان اللعيبه مش قادره، اللعيبه تعبانه بتمر بحاله كبيره جدا من الاجهاد. الكباتن اتكلموا مباراه افريقيا وبعدين بتلعب مباراه كبيره زي بيراميدز، النهارده بتسافر وبتلعب مباراه ثانيه، ترجع تلعب حاله شديد كبيره جدا من الاجهاد. ولكن انا النهارده كلعيبه وانا النهارده كمدير فني لازم ابقى قاري الحاله بتاعته وشايفها ولازم العب عليها. النهارده المفترض ما كنتش لازم تفتح تلعب جيم مفتوح مع سان داونز، انت فاتح الملعب قوي طول يعني طولي وعرضي، صعب جدا جدا في ظل انك انت اللعيبه مش قادره ولعيبه تعبانه، صعب. المفترض انك بتلعب في 45 متر او بتلعب في 50 متر. تمام، وبتتحرك بشكل جماعي في 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 الملعب، يعني في سواء في الحته الهجوميه او في الحته الدفاعيه. عشان كده النهارده كان في مساحات كبيره جدا لعيبه سان داونز، النهارده اكتر من كوره بيروح انفرادات من على اليمين من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال. خليني اقف معاك في النقطه دي. احيانا وانت مجهد كان يقول لك كده، يعني كان يقولوا لنا كده زمان، اقف مكانك وخصوصا او اقف صح بالنسبه لخط الدفاع. صح صح طبعا. ومع ذلك الشوط الثاني شهد اكتر من انفراد واكتر من هجمه من العمق ومن الجنب لسان داونز.
كابتن متحرك انت دفاعيا لو انت واقف صح وهجوميا في ال 18 الناحيه الثانيه ما انت في مساحات كبيره في الملعب ماشي يا كابتن يعني هدف يا كابتن ايمن حضرتك النهارده مثلا النهارده انت كنت عايز تسجل هدف صح مظبوط الاثنين السنتر باكين موجودين لكن الاثنين الباكين بتوعك طايرين الاثنين طايرين فانت اي هجمه مرتده في مساحات كبيره جدا عليك فانت صعب جدا جدا حتى لو انت كسنتر باكس واقف صح مع الاثنين الفراوده فانت في ناحيه اليمين ناحيه الشمال في لعيبه جايه فاضيه انت كل الدبل باص النهارده لعيب جاي فاضي من الوينج بيلعب مع راس الحربه الدبل باص او الوان تو بتروح بيروح انفراد زي الجول اللي اتلعب البطء يا كابتن البطء يا كابتن في الباص نفسه اللي كان اللي بيقولوا عليه ايمن ده عارف امتى وانت مش خسران واحد وانت خسران واحد اللي بيقول عليه بلاش المجازفه دي بقى هي اللي عملت انك طاير بالظبط انت بتدور على هدف انت عارف لو انت متعادل والطريقه بنلعب بيها دي امتياز لكن اللي بيتكلم فيه بلاش انك خسران واحد انت فاهم كابتن فانت النهارده عندك الاثنين الباكين بتوعك مش موجودين في اماكنهم فانت اي لعيب من سان داونز بيتطرف بيروح بيبقى فاضي لوحده فبيقابل راس الحربه بيعمل الدبل زي اتعملت ثلاث اربع مرات النهارده دبل باص بتروح انفراد على الجول دبل باص كمان في حاجه النهارده يعني كانت من ضمن الحاجات الحقيقه اللي ما كناش موفقين فيها سرعه الباص في نص ملعب الفرقه بتضغط عليك بشكل سريع جدا وانت النهارده عايز تمسك الكوره وتلف وتلعب لا في فرق ما ينفعش تلعب معاها بالريتم ده في فرق بتضغطك انت هتقابل في افريقيا هتقابل فرق سريعه هتقابل فرق قويه هتقابل فرق عندها كره الوضع مختلف عن الدوري المصري انت الدوري المصري مسيطر خلاص مسيطر وانت الاقوى وانت الاحسن وانت الافضل وكمان ممكن تمر بحاله من الايجاد لكن عندك البدائل السريعه اللي افضل برضو من اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري فانت اوريدي الكفه بالنسبه لك ارجح بكتير جدا انت افضل في افريقيا لكن لما بتمر بحاله ايجاد انت بتبقى ايكوال مع بعض الفرق اه هنا على الشاشه كابتن زي انت بتقول الضغط من لعيبه ثلاثه بيضغطوا بس تقريبا في نص ملعب الاهلي يعني بس بص يا كابتن الملعب مترحل يا كابتن الملعب مترحل دايما بص يعني الثلاثي بتاعنا ما اعتقدش ان هي دي الوقفه الصح الثلاثي وسط الملعب بتاعنا هتنتشر ازاي وهتستحوذ ازاي النهارده اي كره في القلب هتتضرب يعني لو اتبصت للسوليه او اتبصت لفتحي او اتبصت لديانج هتتضرب فطبيعي جدا نبقى عندنا انتشار واحنا يعني واحنا معانا الكوره ده الطبيعي النهارده ما كانش موجود ممكن برضو يكون حاله الاجهاد مأثره على اللعيبه النهارده ممكن ايه السبب ممكن يا كابتن ممكن والاجهاد بيأثر على تركيزك بس انت لما بتبقى مجهد يا كابتن زمان اتعلمنا ايه لما تبقى مجهد باص كتير باص كتير اتحرك هنا برضو نفس الصوره كابتن اتحرك في مساحات صغيره نفس الموضوع بالزبط. انا النهارده كابتن انا النهارده كسنتر باك برضو السنتر باكس النهارده بتوعنا معذورين شويه لان انا هباصي لعيب نص ملعب ازاي ديانج ممسوك ده ديانج ممسوك حمدي فتحي نفس الموضوع ممسوك طب انت فين الحل بالنسبه لك كسنتر باك انك تباصي اللعيب من نص الملعب يعني يبقى لوحده يبتدي يعمل هو عمليه النقل مش بتكلم عمليه التحول بتكلم عمليه النقل احنا اتكلمنا الاجهاد يعني مش مخليهم يركزوا في الحاجات دي كلها يعني خلاص هنقفل السخامه كده انا وجهه نظري في دي يعني طالما عندك اجهاد مش هتعرف تنفذ لا اكيد انا متفق مع حضرتك بس انا وانا عندي اجهاد لازم ابقى انا كمان لعيب ذكي في الملعب افكر بالظبط لازم ابقى لعيب ذكي في الملعب اتحرك ازاي اتحرك امتى ما افتحش جيم على العب جيم مقفول برضه طريقه اللعب تبقى ذكيه تقربهم من بعض اكيد كسيستم اكيد يعني النهارده من وجهه نظري الشخصيه ممكن كان 5 4 1 تبقى الطريقه الانسب بالنسبه لعيبه النادي الاهلي ليه انت بتلعب فرقه اهم ما يميزها الاثنين الوينجرز بتوعها النهارده انت بتلعب 4 لما علي معلول بيزيد او لما كان من فؤاد. الناحيه الثانيه كريم فؤاد بيزيد دايما الحته بتاعته بتبقى فاضيه لو بتلعب 5 يعني 3 هيبقى دايما عندك 4 في الحاله الدفاعيه لو بيزيد الرايت باك او الليفت باك دايما هيبقى الثلاثه وفي واحد مرحل الناحيه الثانيه وفي في نص ملعب ثلاثه تانيين موجودين فانت عندك زياده دايما في نص الملعب النهارده لا لما بيزيد الباك ودي كانت مشكلتنا الشوط الاول لما بيزيد الباك دايما الحته اللي عنده على طول دايما فاضيه فبيستلم فيها لعيبه سان داونز وعندهم راحه وعندهم سرعات ويقدروا يشتغلوا فيها بشكل كويس ممكن يعني مش عايز برضو يعني اتحامل على مستر موسيماني ولكن هرجع برضو اقول انت اوقات كتيره جدا بترسم وبتبني لكن العامل البدني بيبقى مؤثر شويه عليك بيبقى ضغطك غصب عنك ما تقدرش تعمل اللي انت عايز تعمله النهارده 4 3 3 ممكن تبقى طريقه حلوه انك تلعب كاونتر اتاكس بس انت لعيبه عندك مجهده مش هتقدر تشتغل بسرعات دايما مش هتقدر تشتغل في حوالي 60 70 متر رايح جاي بالنسبه للاثنين لبيرسي تاو اللي لسه راجع من الاصابه حتى كمان مجدي قفشه مش ده اللعيب اللي تقدر تعتمد عليه في الحته دي انه يشتغل طول الوقت على الخط لا مجدي عايز يلعب 4 2 3 1 عايز يبقى البلاي ميكر عايز يبقى صانع العاب يجي دايما بوشه يبقى عنده
وقت يشتغل مع راس الحربه اللي قدامه ما كانتش موجوده النهارده. النهارده كان في اكتر من حاجه ممكن ان شاء الله المباراه اللي جايه تتعدل او تتوظف بشكل كويس. الخصم النهارده برده كان موفق بشكل كبير. كابتن عادل اتكلم على حته تغيير الوقت والسفر والنادي الاهلي راح في توقيت صعب والمباراه الساعه 3، حاجات كتيره جدا. بس احنا هنقابل الكلام ده في افريقيا. انا بتكلم ليه يا كابتن؟ لان دي مش هتبقى اخر مباراه الساعه 3 في افريقيا. دايما انت مباراتك في افريقيا بتبقى فيها صعوبات، صعوبات في السفر، صعوبات في توقيت اللعب. النهارده ممكن تكون درجه حراره سهله شويه، بعد كده ممكن لو وقعنا في فرقه ثانيه ممكن درجه حراره تبقى اصعب شويه. فالنهارده عندك مشاكل في افريقيا، عندنا مشاكل، عندنا اجادات، عندنا اجادات. اه لازم نقف وقفه كبيره جدا مع اتحاد الكره المصري او مع رابطه الانديه، لان مش طبيعي انك هتهلك بالشكل ده. مش طبيعي، مش طبيعي انك تلعب كل الماتشات دي يعني ورا بعضها بالشكل ده. صحيح. يومين وبتلعب، يومين وبتلعب، صعب جدا جدا. يمكن الكابتن عادل صعب كمان يا كابتن. عشان لعيبه المنتخب، انت لعيبه عندك طبعا. انت النهارده عندك حمدي فتحي منتخب، دول هيوصلوا الماتش السنغال مش قادرين. ده وضع طبيعي، اي واحد يفكر كده. بص يا كابتن، يعني لازم يبقى ليها حل. يعني هو الموضوع مش عافيه يا كابتن بلال، ده اكيد. يعني هو انت النهارده بتدور فين في الاخر؟ بتدور على انك تعمل مسابقه ناجحه، بتدور انك الفرق بتاعتك تاخد بطوله افريقيا عشان يبقى عندك قيمه تسويقيه للدوري المصري بشكل كبير. ده مش لو الاهلي والزمالك خرجوا من البطوله خلاص، انت فقدت قيمه كبيره للدوري المصري بالنسبه لك. ده وضع طبيعي. النهارده منتخب مصر ما وصلش كاس العالم، فقدت قيمه كبيره جدا وقيمه تسويقيه للمنتخب المصري. فالنهارده لازم نبص احنا كمان لدي. يعني مش هيحصل مشكله لو اجلنا ماتش بيراميدز مثلا، يعني برغم ان احنا كسبنا، يعني مش هيحصل مشكله لو النهارده ادينا فرصه للفرق الاهلي والزمالك ان هي تلعب وتستريح شويه قبل البطولات الافريقيه، قبل ما تلعب في البطوله. لان ده صعب جدا، يعني صعب جدا انك تهلك بالشكل. صحيح. طيب كابتن علاء، نعمل مقارنه بين اداء الفرقتين النهارده. احنا النهارده النادي الاهلي كان بعيد عن مستواه، ولكن برضو مع احترامي لسان داونز، لولا الخطا اللي جه من ركله ركنيه في حاله تمركز مدافعي الاهلي، كان ممكن بسهوله جدا برغم سوء الحاله للاعيبه نادي الاهلي النهارده انك تطلع متعادل 0-0. كان ممكن يجي فيك هدف النهارده من الاهداف اللي شالها الشناوي. ما انت بتحسبها كده. لكن انت بص على قد الاخطاء الكتير قوي اللي بايدك واللي خارج عن ارادتك، كان ممكن تأدي وتطلع بالنتيجه اللي انا قلت لك عليها. ايوه. اللي هي ممكن النهارده لو انت فكرت النهارده عايز اقل الخسائر. اقل الخسائر. كنت متخوف بعد 1-0. اقل الخسائر بالنسبه لك النهارده هي صفر، يعني تعادل. لو انا كان ده تفكيري من بدايه المباراه. بس هو علامه استفهام كبيره قوي. النهارده مباراه مناسبه ل 3-4-3. مناسبه. ايوه. ليه؟ معظم لعيبتك تعبانه، خصوصا الناس اللي تعتمد عليها، علي معلول، كريم لحد ما معقول، والناس على الاطراف تعب، لازم تعبانين غصب عنهم، وبني ادم في الاخر. 3-4-3 على الاقل بتعمل لك اتزان دفاعي كويس، اللي هي المشكله النهارده انت كنت بتعاني منها، ان دايما في الكوره كان بيتكلم عليها بلال، بتروح بتلاقي يدوب واحد على واحد اتنين. صح. بس المهم تكون موفق في اختيار الافراد اللي ينفذوا 3-4-3. انا معاك. ولو مش عايز تشيل محمد مجدي، أيوة. خلي محمد مجدي في الملعب، بس خلي المهام بتاعته مش على الاطراف. كويس. لكن على الاقل ايمن انت هتضمن حاجه مهمه جدا، هتضمن انك نص ملعبك اتنين واقفين كويس قوي، وواحد تالت حمدي بيعمل لك اتزان دفاعي ورا. كان هيديك حاجه تالته كمان انت كنت محتاجها النهارده، انك تبقى مستحوذ على الكوره. لو بدات بحمدي فتحي زي بتبدا ان هو يستلم الكوره، وعبد المنعم وياسر على الاطراف، ايوه طبيعي، انت طبيعي عندك واحد زياده من بدايه الهجمه، طبيعي، وتبدا تلعب لعبك العادي اللي هو من رجل للرجل، مش كره طويله مع ناس تعبانه. هي ودور حمدي فتحي كان ايه الشوط الاول؟ كلنا اتلخبطنا، ان دايما حمدي كان رايح ناحيه علي. يعني هل هو كان مودي ناحيه علي لان محمد مجدي مش هيلتزم بالحته دي، فكان بيعمل الكثافه دي هناك من بدري؟ اكيد يا كابتن. وجهه أكيد. نظر اكيد. انت فهمني يا بلال؟ هي وجهه نظر هو قالها. فاهمني؟ عشان كده محمد مجدي نادرا ما كنتش تلاقيه ناحيه الشمال، كويس؟ دايما محمد مجدي يا اما بتلاقيه في القلب او فجاه بتلاقيه ناحيه اليمين. بيرسي تاو جناح ايسر، انت جايبه من مكان في سان داونز، جناح ايسر. انت فاهمني؟ أيوة. مش ايمن. فالنهارده حصلت لخبطه. كويس؟ محمد مجدي
بيدخل لجوه غصب عنه عشان طريقه لعبه. يعني بص يا ايمن تحرك برضو خلي بالك يا كابتن. لا اساسا التحرك بص الكثافه الدفاعيه بتاعتهم بص تحركاتك انت يعني التحركات قليله قوي والمساحات قريبه وقافلين على بعض والحلول ضعيفه جدا. انت ما عندكش حلول هنا يا ايمن. مفيش. ايه الحلول الموجوده هنا؟ يشوطوا خلاص بس. دي اول كره تقريبا مش عارف مين شاطها وكانت ضعيفه جدا تقريبا كده. دقيقه 3 تقريبا. ده مجدي قفشه ده كده. محمد مجدي اول كره شاطها وكانت ضعيفه جدا وكانت في نص الجول والحارس مسكها. انا انا فاكرها كويس. لكن بص الموقف اللي انت فيه يعني اثنين فراوده وقافلين على بعض كويس قافلين على بعض قوي وفي كثافه دفاعيه منهم مع انهم عندهم برضه الوقفه غلط كتير قوي لكن في الاخر انت بتبص لكثافتك العدديه انت. بس خلي بالك كابتن علاء احيانا وانت لعيب نص ملعب لعيب كبير احيانا اللي بيسهل لك ماموريتك اللعيبه اللي قدامك. طبعا طبعا في تحركات بالتحركات. بالتحركات. بس هو امتى يا ايمن انت وصلت كام مره النهارده لموقف فيه تحرك بتاع لعيبه؟ احنا اشفقنا على محمد شريف في الشوط الاول لان مفيش حاجه وصلت. ما انا ما اقدرش اظلم محمد شريف. محمد شريف اصل محمد شريف مش هيبقى لوحده. محمد شريف معتمد على محمد مجدي ناحيه الشمال وعلي معلول وبيرسي تاو وكريم او طاهر لما لعب. محمد شريف يبدا يتحرك في الاماكن دي او ميزه محمد مجدي في التمرير من العمق بس يبقى فيه مساحه وانت مستحوذ. انت النهارده لو عملت اعاده لل 95 دقيقه اللي اتلعبوا يا ايمن مفيش كوره جت لمحمد مجدي استلمها ومواجه لمحمد شريف الحته بتاعته بيتحرك. مفيش. استحاله هتلاقيها دي. لان انت مش مستحوذ. انت ما بتعرفش تعمل التمريره الثانيه الثالثه. النهارده كل مشكلتك اخطائك كلها في نص ملعبك انت مش هم. عشان كده كل كوره كانت بتقطع اللي كان بيتكلم عليها بلال بتتلعب ده كوره وتحرك من شريف لما كان ده ديانج ومحمد شريف في هجمه من هجمات النادي الاهلي القليله جدا القليله جدا والقليله جدا عددا. بص بص طبعاً. طبعا يعني محمد شريف هنا هيعمل ايه؟ مزبوط. يعني محمد شريف اضطر هو محمد شريف على فكره مضطر يروح كده. طب محمد شريف لما يطلع بره قوي كده هل حد فيه في الكادر موجود؟ في حد في الكادر؟ مفيش حد في الكادر انك انت قليل قوي يا ايمن. انت قليل جدا هجوميا. الكلام ده لو مثلا محمد شريف بيتحرك كده واتلعبت من ديانج جميله بس على اساس ايه؟ ان في الناحيه الثانيه حد بيكمل ان ده خلاص محمد شريف. بس بص يا كابتن انا عايز اقول لك حاجه برضه خلينا في الصوره شويه. بص احنا شايفين ديانج ومحمد شريف المفروض ان احنا بنهاجم كويس فالمفروض ان انت حتى المساحه اللي فاضيه دي انت مش قادر متواجد فيها لعيبه لان انت دي بقى مشكلتك ان انت نفس الكلام اللي انت قلته 70 80 متر انت واقف فيهم. المفروض ده يعني المفروض لو يعرف لو الملعب بقى بيفتح قوي لا عارف لعيبتك تبقى فين يبقى الاثنين مساكين بتوعك واقفين عند دايره السنتر صح. ودي ايوه صح كمل دي كمان اتكلمت انا وفيها انا وايمن هو احنا هنا بنغلط شريف لا اللي غلطان فيها ديانج. هي اللقطه دي كده شريف اتحرك كويس والراجل اللي ناحيه الشمال خالص مغطي يعني لو ديانج حطها في المساحه الفاضيه شريف هيروح انفراد. اسامه انت عارف اسامه انت عارف ان الكره دي الكره اتقطعت ايوه اتقطعت من ديانج ما كملتش لان ديانج عقبال ما وصل للمكان ده كمان استغرق خلاص. حتى ما هو التمريره ما بقى اخطاء كتير قوي تعرف ان انت تعبان انت بدنيا تعبان مش مركز. وهو ديانج كمان يا علاء انا قلت لايمن قبل كده عنده الجزئيه دي ماشي ضعيف فيها شويه كويس. أنا لما بيجري بالكره كتير بيروح يصطدم بالمدافعين اللمسه الاخيره مش زي محمد مجدي ايوه لكن اصل خد بالك يا اسامه هو ديانج كمان ما صدق لقى كوره وعايز هو عايز يجري بيها يطلع لقدام انت عايز بس اطلع من اللي احنا اطلع من الدفاع اللي احنا فيه ده. لكن ماشي مع كل ده هي الكره اتقطعت كمان وبص احنا تمركزنا فعلا يعني بص اللي هي الخطوط دي مفيش اي مسانده فيها ولا واحد مفيش لعيب من النادي الاهلي موجود فين قفشه وفين برسيتاو انت ست على اتنين دي اللي انا بقولها يا بلال قفشه وتاو فين الناس يعني اللي ظهر في الشكل ده ممكن يبقى حمدي فتحي انت ست على اتنين بص ايوه عادل ست على اتنين بص عادل ست على اتنين وحمدي فتحي في اخر الصوره وانت شايفه والغريب ان حمدي فتحي هنا ايوه انت فاهمني أيه. يعني برضو احمد محمد فتحي في المنظر ما هي الكره دي كانت اتقطعت خدها ديانج وقال يعمل انطلاقه من هو مع نفسه بالظبط مع نفسه اتقطعت مشي واتقطعت وتردت تاني ما هي دي كل دي ايمن الكره توصل هنا بترد عليك ما هو ده يا جماعه مجهود بدني انت بتحرق مجهود بدني زياده عليك انت اساسا تعبان فانت الكره بتقطع منك فبتضطر ترجع تدافع تاني يعني اتقطعت من ديانج فديانج رجع وحمدي والسولية ولسه هناك واقف ياسر وكده لكن انت عشان بتخلص من كل الكلام ده انت خطوطك قريبه على قد ما تقدر انت النهارده فاقد حاجه اسمها الكره الثانيه أيوة. ودي مميزاتك ده انت ميزه عندك الكره الثانيه عندك دايما بتلاقيها انت مستحوذ ومكمل هجمتك حتى لو مش الهجمه كامله بس انت مستحوذ
كره القدم عشان ابقى شكل كويس وابدا اشتغل ايه استحواذي. ما انا بتكلم يمين مش عارف مين يروح وده يطلع وفين الكوره. انا مش مستحوذ على الكوره، ما بعملش هجمه كامله. كامله يعني ايه؟ يعني الكوره بتروح مثلا بعمل كروس بتقطع انا اللي باخدها تاني وابدا اكمل وابدا ناحيه عالي. هو ده لعب النادي الاهلي الاعادي بتاعنا. لكن يعني بص هنا ايه، بص 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 شكل، بص شكل الملعب ده في الدقيقه 27 تقريبا. بص شكل الملعب، يعني انت جاي خلاص جاي في جو، بس بص شكل الملعب يعني واقف ديانج ومحمد مجدي غلط طبعا. اللي انا شايفه ده غلط، سابقين الكوره اللي بالظبط يا وسام، والاثنين اللي بينهم دول يعني الوقفه دي بيعملوا ايه هنا هم الاثنين؟ صح غلط كويس. الغلطه الاكبر مين مين اللي ناحيه الشمال هناك جنب حمدي فتحي؟ حمدي فتحي معلول، حمدي معلول الشمال خالص، والكلام اللي جنب علي معلول. حمدي فتحي، حمدي فتحي، حمدي فتحي، حمدي فتحي اهو. ايوه هو ده حمدي بالظبط كويس. برضه يعني متطرف برضه النهارده، احنا كلنا اجمعنا ايمن ان حمدي فتحي النهارده ليه كان على الاطراف بعيد. يعني اللقطه اللي فاتت كان متطرف ناحيه اليمين، على معظم لعبه كان مايل ناحيه معلول. هو موسيماني كان عايز يقفل حته معلول ويدي الحريه لمحمد مجدي. ماشي كويس انا ماشي، بس هتيجي على حساب نص الملعب. صح، بس اسباب تواجد حمدي فتحي في الحته دي غريبه ورا، دي غريبه برضه، ده غريبه جدا. يعني انت فاهمني يا عادل، دي غريبه برضه. يعني التحرك نفسه غريب. يعني ديانج مجدي قفشه او قفشه كويس واقفين، واثنين وراهم طبعا وقفه غلط، يعني الوقفه غريبه جدا. فالتمركز نفسه بتاع اللعيبه ايمن في يعني شكله غريب شويه، ولو اتضربت فيه مساحه كبيره جدا جدا في نص الملعب. وانك انت برضو يعني اللي ده هي كانت رد يا كابتن، الكره دي كانت راحت ورجعت تاني، ورجعت كملنا وحمدي فتحي كان مكمل فيها، دي حقيقه. فالكره اتقطعت وتردت عليك بسرعه. ما هي دي المشكله عادي بنتكلم فيها. ان هو دايما انت الكره الثانيه انت ما بتكملش. يعني حتى لو حمدي راح هنا ما لحقش، اتقطعت رجعنا تاني. احنا اتفقنا ان حمدي ولا لاعب قدام ولا لاعب ورا. وبعدين انت مش حمدي عنده مشكله النهارده، مش متمركز خالص في اي مكان. انت مستحوذ، انت مش مستحوذ على الكوره عشان كل حاجه. يعني بص، ما انت الكوره بتقطع منك يا ايمن. دايما الكوره بتقطع منك، انت موقفك الدفاعي غلط. زي الوقت متفقين ان حمدي اللي جاب هنا حمدي مظبوط. اول ما هو لا، ما انا كنت عايز اسالك عن دور حمدي فتحي في نص الملعب. ما انا بقول لك دور حمدي ما كانش النهارده. حمدي ما كانش ستة. طب ما كانش ستة اللي في الدايرة اللي هو متعود عليه. كان المطلوب منه؟ المطلوب منه انه دايما كان ميله ناحية علي معلول، على اساس ان محمد مجدي حتى لو في زيادة يبقى في دايما اثنين، ومحمد مجدي مش هيقدر يعمل دور دفاعي. انا موافقك. كويس؟ بس حتى في كذا كورة شفنا حمدي سابق علي معلول. ولا واللي قبلها حمدي كان ناحية اليمين. كويس؟ يعني هو النهاردة بص يا ايمن، ممكن ما نكون يعني، ودي على فكرة ممكن الناس تستغربني. لما بتبقى تعبان كويس انت بتجري في اي اماكن مش مركز. والله العظيم اما تكون تعبان وشايف ان الكره مش ماشيه حاجه، مش بتجري في اي اماكن، مش مركز، انت مش مركز. بس في ناس بره شايفه وتقدر توجه. ما هو دي بقى دي حاجه ثانيه. انا بتكلم على المنظر ده، انت من كتر تعبك وعدم تركيزك ممكن اجري في اي مكان. الطبيعي ان حمدي لو شاف ان لو بص النهارده مش يعني هو حمدي كان ناحيه الشمال. ايوه يبقى الكره الطبيعي دي. لا يعني احنا بنتكلم ان هو محطوط علشان يقفل على علي معلول. ما النهارده طول الماتش كان هناك. طيب يعني اعتبر ان الثلاثه في وسط الملعب حمدي وديانج والسولاي، يبقى ده معناه ان واحد في الوسط وواحد ناحيه اليمين وحمدي لا يعني وحمدي ناحيه الشمال وحمدي كويس في نص الملعب. تمام كويس كويس، عشان حمدي يبقى شمال، عشان حمدي يمين ناحيه معلول شويه، يمين ناحيه علي معلول. طب انا شفت حمدي بيجري في كل حته. ما انا بقول لك لسه بقول له كان ناحيه اليمين. هو بقول لك ايه يا عادل، انا بتكلم في عادل الكوره يا عادل اللي قبلها حمدي كان فين؟ كان ناحيه اليمين فاهمني. فهو يعني لازم لو حمدي حتى لو انا هفترض ان حمدي بيجري متحمس وعايز ويجري كده، لازم حد يتكلم. طب لحظه، ممكن تكون دي تعليمات مثلا مدير فني؟ استحاله موسيماني يقول له روح هنا وروح هنا وروح هنا، استحاله. ايه ما انت احنا بنتكلم على فريق. ايوه بس يوقفه كابتن، يكلمه حد بقى. لا يعني يتكلم مره. ايوه انا بقول لك يتكلم وبعدين راح شمال. انا بقول لك اهو، انا بقول لك اتكلم تعالى خليك هنا ويبدا يتكلم ديانج. انت في اوقات ايمن محتاج الكلام والنصيحه اكتر من شكلك في الملعب. محتاج لانك انت الكلام ده انت خسران واحد كويس 1-0 وانت حاسس ان انت، ما هو اللعيب بيحس انت مش كويس، ممكن تبقى جري قهوك شويه. لازم حد في الملعب، وقلناها مليون مره في الاستوديو هنا، لازم هدوء
ولا حمدي كان مطلوب منه ان يعمل الزياده العدديه من نص الملعب يمين وشمال؟ هو ما كانش بيعمل زياده عدديه ايمن، ده كان بيمين ناحيه الشمال عند علي معلول وبالصدفه لقيناه ناحيه اليمين. لا مش مطلوب منه كده، ده حمدي من اكتر اللعيبه المجهده اللي موجوده عندك في الفرقه. ما انا هقول لحضرتك حاجه، انا مش مقتنع بان حمدي اتصرف من نفسه. لا لانه قبل كده برضو الماتش اللي قبل اللي فات كنا بنلعب مين؟ المريخ السوداني. وبرضو كان حمدي فتحي، يعني استغربنا يعني قلنا هو حمدي فتحي بيلعب النهارده كويس، لو حمدي فتحي بيتحرك كده من نفسه ماشي خطا. خطا الاكبر لازم حمدي يكلمه، لان انت ضريت، انت ضريت حمدي وشكلك انت كنادي اهلي انت ضريت، انك ما ينفعش واحد من اساسيات الفريق بتاعك وفرق معاك النهارده يبقى ده الشكل. عشان كده بقول لك انا النهارده انسب وقت العب 3 4 3 كان النهارده. عادي كان بيكلم وبلال زي ما طبق عادي بلال وكلم وعادي بيكلموا على مش عايز افتح الملعب، مش عايز جري كتير، عايز خطوط متوازنه متقارب. عايز خطوط متقاربه عايز دايما في كل وقت عندي الزياده. الزياده الوحيده اللي بتجي لك ايمن ارجع بذاكره كده ب 3 4 3 مع وجود محمد مجدي، انا مع اسامه مش هخليه على الطرف، وانت بتلعب 3 4 3 لحاجه واحده بسيطه جدا ان مش ناوي يمسك الكره، انت في ثلاثة موجودين اثنين وحمدي حتى لو هو ضغط عليك باثنين كويس في واحد زياده فاضي دايما 3 4 3 فيها. بص مثلا الصوره دي جايبه لنا حمدي دي من اخطر الكور الشوط الاولاني، من اخطر الكور بتاعت علي معلول شاطها برده حمدي ناحيه الشمال مع علي معلول، مع علي معلول الكره اللي علي معلول شاطها اللي هو استعجل فيها وكان لازم يهدى شويه زي ما كان اسامه بيتكلم بالزبط. وفي اي يعني دي من الكور القليله قوي ايمن جدا اللي فيها زياده عدديه لينا في ال 18 وحاجه كمان الكور دي لو رجعتها من الاول هتلاقي التمرير كله صح لحد ما لقيت المساحه اللي كان بيتكلم بلال من اول الاستوديو ان هم دايما عندهم مشاكل في التغطيه العكسيه مزبوط. دايما عينهم على الكوره. الكوره دي اتنقلت حوالي 4-5 مرات باتقان تام صح. لحد ما راحت في الحته دي. هو ده لعبك يا ايمن لعيبه بص كله قريب خطوط متقاربه شايفين كويس قوي المساحه جت ولكن علي استعجل فيها هو استعجل هو ده لعبك يا ايمن ايوه يا اسامه بس في حاجه برضو غريبه بص السوليه فين وبص ديانج فين بص ديانج جوه 18 ناحيه اليمين والسوليه جنبه وحمدي هنا زي ما علاء بيقول زي ما علاء بيقول بص يا ايمن زي ما علاء بيقول من اكتر الماتشات اللي الثلاثه في لخبطه في تحركاتهم النهارده يعني ما فيش وضوح ان حمدي فتحي هو مثلا بين القلب بتاع لا بالعكس كمان ناحيه الشمال ما فيش وضوح ان السوليه هو في العمق وديانج يمينه ساعات تلاقي ديانج في النص تلاقي ساعات سوليه شمال وساعات تلاقي حمدي فتحي ناحيه اليمين كان فيها لخبطه شويه بين الثلاثه النهارده هو النهارده كمان يا اسامه يعني لو بصيت على تعبيرات وش السوليه عمرو تحس ان هو متضايق مش مبسوط حتى من طريقه اللعب من شكل من اخطائه ما فيش لعيب كوره بيحب يخطئ هو في كذا كوره كان كانه بيأنب نفسه يعني لعب كذا كوره فطلعت بره هو بده هو مستغرب بالظبط ان ده مش لان ده مش 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 خد بالك كابتن انت برضو الشكل الفلات ده انت ما لعبتش بيه بقالك فتره طويله بالظبط انك تلعب بثلاثه في نص ملعب ثلاثه ميد فيلدرز في نص ملعب بنفس المواصفات كده احنا ما لناش بقالنا فتره طويله لا ليه لا يا كابتن احنا كنا دايما بثلاثه اربعه ثلاثه كان حمدي فتحي كابتن ماشي طب اقول لك بس الفلات طب ما لناش بيه بقالنا فتره قبل الماتشين الاخرانيين لما كان بيلعب في ماتش المقاصه وبتاع كانوا بيلعبوا هم الثلاثه في نص الملعب ما كانش بيلعب ثلاثه ورا ما كانش بيلعب حمدي فتحي المنافس مختلف الخصم مختلف لا انا بتكلم انه كان بيلعب حمدي فتحي قدام المدافعين اي قدام المدافعين يا كابتن ويمينه ديانج وشماله السوليه يا كابتن النهارده بقى مش دي مش واضحه احنا بنتكلم كان في النهارده اسامه النهارده مش واضحه ان كل شويه كل وقت بص بص حمدي فتحي مكان والسوليه في مكان وديانج في مكان بص يا اسامه يعني كل مره اسامه اللي بتتكلم فيه ده صح بس انت بتتكلم ايه حمدي ديانج والسوليه ايوه النهارده اصل بلال بيقول لك ايه الثلاثه كانوا فلات على خط واحد وده كان النهارده واضح كتير جدا هو ده اللي ممكن يكون هي دي اللخبطه يا كابتن اسامه ممكن ان خد بالك هو البدايه البدايه فين انت كل الماتشات اللي فاتت البدايه حمدي هو الليبرو بتاع نص ملعب مظبوط صح هو اللي تحت السوليه وديانج بالظبط عشان كده هو دايما بيتحرك كده كان بيتحرك كده في كل الماتشات النهارده حمدي واخد الشمال حته الشمال فبيلعب جنب السوليه وحمدي فتح ليه واخد الشمال فترات واخد العمق فترات واخد اليمين فترات يعني ابتدى بيلعب ناحيه الشمال عشان كده
هو فتحي الطبيعي بتاعه ايه؟ ان هو دايما هو بيلعب في الحته دي كلها. أي. يعني بيلعب في نص ملعب متاخر شويه، هو اللي بيعمل الكفرنج شويه ورا الوينج رايت والوينج ليفت، وبيعمل بيغطي تحت السوليه شويه، بيغطي تحت ديانج. النهارده الثلاثه بيلعبوا على خط واحد. أي. فبطبيعه تلاقي حمدي فتحي انه دايما عايز يلعب بنفس الطريقه، عايز يروح ناحيه الشمال ويغطي في القلب ويروح ناحيه اليمين، فهتلاقي دايما اوقات كتيره جدا هو جنب السوليه. أيوة. جنب ديانج. أيوة. هو بيغطي ناحيه تاني معلول وسايب الحته التانيه فاضيه. انت اوقات لو خدت بالك كابتن ان دايما الكرات العكسيه ناحيه تاني معلول فاضيه كلها. ليه؟ لان مفيش واحد من نص الملعب موجود. ديانج واخد ناحيه اليمين، السوليه في القلب دايما، حمدي فتحي الطبيعي كان هو اللي يبقى في حته القلب. الشمال لكن هو دايما بيضم في حته القلب في معظم الاوقات لان هو متعود يلعب بالشكل ده. أيوة. النهارده عشان بنلعب فلات، فالتلاته في واضح ان في مشاكل في الوقفات، واضح ان مفيش الترابط اللي ما بينهم مش بشكل كبير جدا 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 يعني. تمام. يعني في الكره اللي فاتت انت شفتها كابتن، حمدي فتح شمال، ديانج بيلعب وينج يمين. يعني الطبيعي دي لو انت بتشتغل طبيعي ده الرايت باك اللي يبقى موجود في الحته دي. صح. مش اليو ديانج، مش هو اللي يبقى موجود في المكان ده. لو عدت اللعبه هنا حمدي فتحي بقى في مكان تاني. لو عدت اللي فات كده السوليه هو اللي في العمق، وفتحي شمال، وديانج المفروض يمين. بس دخل للعمق شويه، دخل جوه شويه. ده الرسمه بتاعه الماتش النهارده. فصعب قوي وانت بتشتغل دايما بطريقه انك تحط ثلاثه نص ملعب بنفس طريقه اللعب ولا يلعبوا جنب بعض في الحته دي، هتبقى صعب جدا. انا كان رايي مثلا يوم مجدي قفشه بدور واحد في الثلاثه دول وتلعب واحد وينج. ده كان الافضل من وجهه نظري، بدل ما تلعب بثلاثه فلات لا تلعب باثنين وتلعب بمجدي قفشه لو انت عايز تلعب باربعه ثلاثه ثلاثه كمان. حتى كمان اقصده ايه؟ اتفضل. حتى في ماتشات سان داونز نفسها قبل كده هناك لعبنا بنفس الشكل ده، بس هم كانت حالتهم الفنيه والبدنيه كويس. انا اقصد الحاله النهارده بتاعتهم هي اللي اثرت على شكل التيم. انا معاك في الحته دي معاك. بس انت ساعتها كابتن ايه، انت بتيجي لما تيجي توزن الماتش وتشوف انت فين منه وتشوف تحركاتك حتى وحالتك البدنيه مش طبيعيه، انت دايما بتبص ايه، انا حالتي البدنيه وحشه فانا دايما ايه هتحرك التحركات اللي ما تخلينيش اجري كتير، ما تخلينيش ابقى مرهق. النهارده لا، حمدي فتحي بيجري في كل الملعب. أيوة. كل الملعب. أيوة. برغم ان المهمه الاساسيه بالنسبه له ان يعمل التغطيه على علي معلول. لا. صح يا كابتن؟ ايه ضغط النتيجه، وضغط النتيجه كمان النتيجة. الهدف اللي جبت 23 طبعا ده وضع طبيعي طبعًا. انك بقى خلاص خلاك تفتح الملعب بشكل كبير. فخلى كميه الجري تبقى اكبر من طبعًا. من الشكل اللي انت كنت بترتب له او بتشتغل عليه، عايز تعوض. بالظبط. فخلاك انت النهارده بانت حاله الاجهاد دي، لان انت خلاص بدل ما عايز تتحرك 45 متر لا بقيت عايز تتحرك 70 متر. مزبوط. في 80 متر عايز تعمل كاونتر اتاك، عايز تعمل كره طوليه، فانت بقيت بتفتح الملعب. ده بالنسبه لهم افضل، لان صحيح. بالنسبه لك انت اللي مجهد. سؤال بس فضلك. يعني هو مين اللي بيكتشف ان انا مجهد؟ اللاعبين يعني انا مجهد، انا بس، انا كلاعب انا بس اللي اعرف ان انا مجهد او مش مجهد، لكن ما اعرفش بلال اللاعب اللي جنبي مجهد ولا لا. طب ايه المدير الفني يا كابتن؟ علشان كده بقول لك النهارده المشكله الكبيره ان احنا ما لعبناش بواقعيه، او طريقه لعبنا ما فيهاش واقعيه على يعني ظروفنا، حاله اللعيبه قصدك، وظروفنا وحاله اللعيبه. ما بيجي عليك وقت من الاوقات انك انت راجل مجهد، شوف مجهد وعندك معطيات كتير. الحاجه المهمه اللي انا عايز اقولها ايه، طيب انا ممكن الاعب لعيب اقل فنيا ولكن غير مجهد. فاهمني؟ اعتمد عليه في ماتش عاوز جهد وجري وقوه. بس انا سالت كابتن بلال في النقطه ديت، قلت هل الحاله العامه للعيبه لو مجهده ممكن تاثر على حاله لعيب غير مجهد؟ قال لي ممكن تاثر على حاله لعيب غير مجهد. ممكن يعني طبعا، بس لما بتزود اللعيبه اللي مش مجهدين ممكن. طبعا بس لما تزود اللعيبه اللي مش مجهدين شويه هتدي لك نفس في الجري. مش انا قلت لك قبل الماتش ان انا نفسي علي معلول يريح؟ هل انا اولا واحد من الناس اللي بقول واحد علي معلول ده من احسن اللعيبه المحترفين اللي جت في تاريخ النادي الاهلي؟ طبعا. بس انا بقى لي ماتشين بقول علي معلول وصل لمرحله التعب اللي هتخلي قراراته مش مظبوطه. اسامه، طيب ايه فايده اللعيبه اللي مش مجهده، اللي ما بتلعبش كتير، اذا ما كنتش هستفاد بيها في وقت زي ده عشان اريح علي معلول عشان يفيدني بعد كده
وما يبقاش هضطر غصب عني بقى خلاص هو مش قادر خلاص مش قادر. طيب فايده محمود وحيد ايه؟ طيب فايده ايمن اشرف رجع من اصابه كان ممكن مثلا يبتدي، عشان لما بلاعب واحد مش مجهد او اتنين او تلاته ممكن يساعدوا الناس اللي هي مش تعبانه. بص يا اسامه في حاجه برضو خد بالكوا يعني ايه خليتك انت كده النهارده، انك خسران ماتش القاهره 1-0 فانت التفكير التجاري اللي احنا بنفكر فيه كلنا رد الاعتبار والطبيعي ان هو يتعامل مباراه بذكاء على حاله لعيبتك. ايوه كان بعيد شويه ليه؟ أيوه. انت كنت بتفكر عايز تكسب صن داونز رد الاعتبار بطريقة. ايوه بالظبط يعني رد الاعتبار وما ينفعش على النادي الاهلي فاهم، لكن في ظروف لازم زي ما كان عادي بيتكلم واقعيتك في المباراه النهارده عشان حاله لعيبتك صحيح بس أيوه. هو ده خد بالك ضغط المباراه الاولى كمان أيوه. ضغطك النهارده صحيح أيوه. طيب نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. برحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، كابتن اسامه الفتره اللي جايه النادي الاهلي عنده المباراه الجايه على ارضه لا بديل عن الفوز، يعني لا بديل عن الفوز مباراتي المريخ والهلال السوداني ان شاء الله. اعتقد في فتره كافيه شويه ان حته الاستشفاء وعلاج الاخطاء ناقص تقريبا 5 ايام. خمس ايام طبعا افضل من 3 ايام، اليوم الواحد في الاستشفاء بيفرق. يعني امكانيات لعيبه النادي الاهلي وقدراتهم وتاريخهم وكل حاجه افضل كتير من فريق الهلال والمريخ، ولكن ليس معنى كده انك انت بتبقى ضامن المباراه 100%. لا طبعا، لانه الواقع و الشيء الفعلي اثناء المباراه ووقت المباراه وحاله اللاعبين وقت المباراه ويوم المباراه غير الورق وغير اللي هو قبل المباراه قبل ال 90 دقيقه. ايوه مفيش شك الاهلي قبل ال 90 دقيقه ما تبدا هو افضل من الهلال وافضل من المريخ سواء ده او ده. اللعيبه تاريخ، اللعيبه الدوليه، امكانيات الفرديه، امكانيات الجماعيه، كل شيء في صالح النادي الاهلي، ولكن ده لا يمنع انه لازم ناخد الحذر جدا. واحنا شفنا المباراتين ماتش الاهلي والهلال، الاهلي ما كانش في مستواه الطبيعي اللي هو كان في السودان، يمكن كنا راجعين من بطوله كاس العالم للانديه فالماتش كان يعني مش حلو، مش من الماتشات الحلوه للنادي الاهلي، وتعادلنا 0-0. ماتش المريخ هنا كنا متقدمين 2-0 وكل الناس افتكرت ان المباراه انتهت، قدروا يجيبوا جونين والحمد لله السوليه يعني قبل اللقاء ما يخلص بحوالي 15 20 دقيقه قدر يجيب الجون الثالث بهجمه فرديه عملها وكسبنا. يعني اذا كسبنا المباراتين بصعوبه رغم الفوارق اللي بين الفرقتين، يعني سواء الاهلي مع الهلال او الاهلي مع المريخ. طيب فوارق دلوقتي الموقف اصعب لان الفرقتين بقى عندهم امل، يعني الحظوظ للثلاث فرق. ما هو طبعا اكيد عندهم امل. الهلال كسب الماتش اللي فات المريخ بقى وصل 4 نقط زيك زي الهلال والمريخ دلوقتي الموقف كده، احنا 3-4 نقط بس احنا بنتكلم ورقيا وقبل المباراه والاهلي افضل. ولكن كل الحذر وكل التركيز وكل الاهتمام ان 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 نكسب المباراه الجايه، هي الاولى مع الهلال مش كده؟ المباراه الجايه ان شاء الله مع المريخ. مع المريخ باذن الله. التركيز جامد جدا، يوم 18 نسيب ماتش الهلال خلاص ما نفكرش فيه دلوقتي، يبقى نركز كل تفكيرنا وتحضيراتنا لماتش المريخ طبعا، انه لازم نكسبه الاول ان شاء الله ونترك الامور لبعد كده. لكن المهم ماتش المريخ ده تركيز كل التركيز لانها مباراه مصيريه في الوصول للدور الجاي، وكمان بعد كده تحافظ بقى على البطوله الثالثه الاول توصل وبعد كده عشان نحافظ ونقدر نكسب بطوله افريقيا المره الثالثه على التوالي. هل ممكن تحسم الامور الجوله القادمه قبل الوصول للمرحله النهائيه؟ يعني مثلا النادي الاهلي يكسب المريخ، الهلال صن داونز رايح له، لو صن داونز كسب الهلال اعتقد بنسبه كبيره جدا صن داونز والنادي الاهلي. لا لا ما لسه برضه، ما انك انت معنى الاهلي جاي لك. طبعا معنى الاهلي ما خلصتش، لا ما خلصتش، بس انا بقول لك بنسبه كبيره، ما قلتش حسمت بنسبه نهائيه. بص ايمن،
انت لو السان داونز كسب الهلال هيبقى 4 نقط، وانت كسبت المريخ هتبقى 7 نقط برضه، هيبقى المباراه الاخيره لانه في حاله انه يكسبك هيبقى المواجهات المباشره هو اللي كسبان ماتش ومتعادل ماتش. ايوه فهي برضو مش هتتحسم الجوله اللي جايه على طول. ولكن انت بتقول يعني ايه بتبقى اقرب؟ طبعا طبيعي 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 نهائيه، ولكن طبيعي تحسم الامور بشكل كبير. مكسبك الماتش الجاي يحسم الامور بشكل كبير. لا برضو مش هيحسم الامور بشكل مش بنهائي مش نهائيا بس يحسم الامور بشكل كبير. ايوه طبعا يعني النسبه طبعًا النسبه عاليه طبعا كل ما تكسب أيوة طبعا ما كل ما تكسب ماتش فرصك بتزيد. لكن الحسم النهائي هيبقى في ماتش الهلال بعيد عن نتيجه اللقاءين اللي جايين للهلال مع سان داونز والاهلي مع المريخ. بس هل 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 سان داونز هيروح يقاتل بعد ما ضمن ان هو يبقى الاول؟ دي مشكله كبيره. لا 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 ممكن جدا. لا لا عندك مشكله كبيره صدقني. اقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ لانه اكيد هيريح ناس كتير لان المباراه في وقت قليل وسفر وكده، هيريح ناس كتير لانه هو واصل اول مجموعه، واصل اول مجموعه. لانه ال 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 المقدر لمين اللي يوصل ان شاء الله؟ الاهلي هو في المواجهه، وعنده الماتش اللي بعديه على ملعبه يا كابتن، وعنده الماتش اللي بعديه على ملعبه. لا وعنده في المواجهات هو كسبان سان داونز. عنده المباراه النهائيه المريخ، يعني المريخ يعني حتى المباراه اللي جايه لو اتغلب هيبقى ستيل اول. والماتش اللي بعديه انا ملعبه مزبوط. لو كسب هيبقى الاول برضه. لا الحاجه الثانيه هو كسبان الفرق يعني في المواجهات كمان، هو كسبان الاهلي في المواجهات، فالاهلي لو طلع بعده. لا انا بتكلم على صداره المجموعه كابتن عادل. هو يبقى متصدر المجموعه بالمقابل. ده المهم يعني انه انت حطيت نفسك لازم انت اللي تكسب، لازم انت اللي تشتغل، لازم طبعاً انت اللي تعمل. هو بس في مشكله كبيره، هو الارهاق. الارهاق لازم نتغلب عليه. نتغلب عليه ازاي؟ بحاجات كتير قوي. اول حاجه لازم استشفاء جيد قوي، ده الجهاز الفني لازم يعمله، والناس لازم يشتغلوا فيه، وبيشتغلوا فيه باعلى مستوى المفترض. في ادوات كتيره قوي في الامر، وفي كمان انك انت تدي تعمل بالانس في الدقائق بقى الايام اللي جايه. في مدرب بيحب لاعب او مش بيحبه كحب، لا يعني بيحب طريقه لعبه وبيحب تكتيكه وبيحب كده، لكن دائما اللعيب ده ممكن يعني تشيله لغرض ان انت بتريحه عشان يديك اعلى. بس هو خلي بالك كابتن عادل بيفرق معاك في مرحله الاستشفاء التوقيت نفسه. فالتوقيت انا سالت كابتن اسامه في موضوع الخمس ايام اللي جايين، لان الماتش الجاي يوم 18 ان شاء الله من غير ماتش في الدوري. بالظبط، مش في الدوري ولا الكاس. كويس. المشكله في الماتش الاخراني، الماتش الاخراني جاي بعد معسكر المنتخب، مباراتين صعبين جدا 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 مع السنغال رايح جاي، ماتش السنغال يوم 29، انت عندك ماتش الهلال الحاسم يوم 2. ما هو احنا يعني احنا دائما بنتكلم في، اولا خلينا نتكلم بس في ازاي استشفى الخمس ايام دي الاول، ماشي، وبعدين ندخل على الماتش الاخير. اتفضل. الخمس ايام دول لما هيجوا، انا مش هتقول لي ادي اجازه، وما اقدرش ادي اجازه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الوقت حتى ولو يوم، والله الاجازه ممكن تبقى تكمله اليوم السفر، لانه مفيش وقت عندك، لانك انت لازم تضمن اللعيب. اول حاجه لازم تعمل الاستشفاء قبل ما تسافر من هناك. لازم النهارده يبقى خارجين من جنوب افريقيا عاملين استشفاء بمغاطس، بشغل تلج، بتدليكات. ممكن يروحوا على الطياره على طول. متدرجين على طول. ده غلط. ما طلعوا على المطار، يطلعوا على المطار. ما انا اقول لك حاجه، ما دي برضو من الحاجات اللي مش صح، يعني انك انت تسيب الاجهاد في اللعيبه وهو جاي في الطياره. ما هو في حاجات يا كابتن ايمن لازم تبقى تتحسب اكتر. انت في ظروف صعبه. بمعنى ايه؟ عندنا وقت يا كابتن، يعني عندنا وقت في الماتش اللي جاي بالذات، يعني ممكن يبقى عندنا وقت. لا هو خلي بالك، هو المفهوم غلط في الراحه الثاني يوم. بمعنى كان الاول يقول لك تخلص الماتش تروح تريح في بيتك وتجي لنا اليوم الثالث نعمل معاك الاجراءات. ما فيش حاجه اسمها في كره القدم في الوقت كده. ليه؟ لازم الاستشفاء بتاعك بيخرج بعد المباراه، لان تلاقي كل الملاعب بيبقى فيها الجاكوزي وبيبقى فيها مغطس التلج، الا لو عملوها في الملعب هناك المفترض ان هم يبحثوا فيها، لان دي ضروري. ما تخليش العضله يبقى عليها اللاكتيك اسيد عليها فتره طويله. لازم تعمل الاستشفاء عشان
تدوب كل الحاجات دي عشان تشتغل. وحاجه تانية ما تديش اجازه او تعمل الا لازم تكشف على لعيبتك عشان يبقوا سلال. انت الوقت قليل، ما هو في حاجات كتير قوي وفي تفاوت بين اللعيبه وبعضها. يا كابتن في حاجات كتيره لازم نشتغل عليها بقى باحترام. يعني عايز اقولها لك ايه، يعني ما ينفعش اني انا اسيب للصدف. انت دلوقتي بياخدوا الاجهزه كلها معاهم. اقول لك حاجه مهمه، ده في فرقه بتاخد المراتب والمخدات معاها يا كابتن. دي حقيقه، انا بكلمك في حقيقه. ايوه انا بكلمك في فرق كده اللي بيروحوا الاوتيل بتاعهم بيحطوا المراتب ومخدات اللعيبه نفسها. انا مش هقول لك احنا نوصل للحته دي، ورغم ان ليه ما نوصلش للحته دي، ده الحاجات دي مهمه جدا. لكن نقول نعديها دي ما نقدرش نعملها علشان الشكل العام. لكن انا بكلمك في انك انت لازم تخرج من الملعب على الاستشفى، بعد الاستشفى تروح على 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 عموما ركبنا الطياره ورجعنا من جنوب افريقيا ان شاء الله على السلامه. على الاقل يعني انت لو مشيت النهارده هتيجي الصبح، يبقى انت كل يوم خلاص انت تاخده تكمله اليوم السفر، وهتيجي تاني يوم. بس لازم يبقى في متابعه كويس. ما هو انت ما تسيبش لعيب. طب افرض عندك اثنين ثلاثه عندهم شد، عندهم اجهاد، عندهم اي حاجه، وليه يروحوا البيت؟ ما يروحوا يشتغلوا علاج طبيعي. ما هو عشان كده بقول لك هي دي الاحترافيه. يعني انك انت ما تروحش اللعيب وانت شاكك فيه انه هي عنده حاجه، لانه هتتر يعني الوقت قليل، لازم تعالجه بسرعه. انت فاهمني يا كابتن؟ فده رقم واحد. رقم اتنين، لما تنزل بقى في التدريب بتاعك، انت مش هتشتغل فيها قوه والحاجات دي، بس انت عاوز ايه من المباراه اللي جايه؟ انت عايز تكسب المباراه الجايه. عشان تكسب المباراه الجايه لازم تشكيلك يبقى منضبط وافضل من تشكيل النهارده اللي احنا شفنا فيه عدم التزام من اللاعبين في الملعب. صح، كلنا بتتكلم عن تشكيل ولا عن طريقه؟ انا لا بكلمك، احنا اتكلمنا كلنا ما لقيناش لعيبه واقفه في مكانها. صح. طيب ما في نفس الوقت لازم تصليح من بره، ممكن التنفيذ لا لازم تصليح، لازم معالجه الاخطاء، لازم تدخل من بره، لازم اتدخل واتكلم واوقف واعمل. ما حصلش التدخل يبقى هي من هنا ومن هنا. فانا يبقى انا المباراه اللي جايه مش هينفع اخفق فيها، لان ماتش المريخ ماتش مهم. وعاوز اقول لك حاجه، فرقه المريخ مش من الفرق، يعني فرقه المريخ مش من الفرق اللي هتستسلم. خلي بالك، هيدوسوا وهيشتغلوا كويس قوي. وهم النادي الاهلي لازم يعرف كده، انا لما بلاعب اي فرقه الطبيعي انه بيخسر. ايوه، فما يبقى عندش عليه ضغط. انت فاهمني؟ أي. الضغط بيبقى عليك انت. فهي هتتعب في المريخ قوي الا لو انت نزلت من الاول. وده الامل الاخير ليه لو عايز يكمل المريخ. وماتش المريخ اللي احنا لعبناه، انت لما جبت الهدفين، والكابتن اسامه كان بيتكلم، عوضوا معاك هدفين ليه؟ ما دي برضو من الحاجات اللي لازم تستفاد منها. لازم تعرف ان احنا عندنا بعض الاخطاء ان شاء الله هنعالجها، لكن لازم او بدايه العلاج بيها يبقى من الطياره وليس من الاجازه. صحيح. طيب كابتن بلال، كل مباراه ليها ايجابياتها وسلبياتها. احيانا ممكن من الخساره بيبقى فيه ايجابيات. طيب ماتش زي ماتش النهارده والخساره فيه امام صن داونز للمره الثانيه، دروس المستفاده من ماتش النهارده؟ الخساره نفسها درس مستفاد يا كابتن. خسرت الماتش ده يعني تاني مباراه على التوالي من صن داونز. تمام، انا بشوف من وجهه نظري الشخصيه ان في يعني الماتش، يعني الماتش ده تحديدا يعني في ضغوطات كتير. ضغوطات زي ما الكابتن علاء قال، انك انت عايز كنت عايز تكسب صن داونز كرد اعتبار. مستر موسيماني برضو هو المدير الفني السابق لصن داونز، فمش عايز يخسر مرتين متتاليين، فدي برضو ممكن تعمل ضغوطات على المدير الفني. تمام، تخليه برضو يعني ما هو اللعيب برضو بيرتبك نفسيا في بعض الاوقات، ممكن المدرب برضو يبقى مضغوط نفسيا في بعض الاوقات. عايز تكسب، عايز تروح تلعب ماتش كويس، في نفس الوقت انت عايز تبقى تتاهل، عايز تضمن وصولك لدور الثمانيه. دي حاجات كتيره جدا جدا بتبقى في اذهان المدير الفني واللاعبين. فاعتقد ان احنا فرصه بالنسبه لنا خلاص، يعني انت خلاص انت اتغلبت خلاص الامور، يعني الماتش خلاص خلص. ان احنا الماتشات اللي جايه كلها ما ينفعش احنا نضغط نفسنا بنفسنا. تمام، ممكن الماتش ده يكون احنا ضغطنا نفسنا، يعني انا خلاص كل ماتش لازم يبقى له حسبته، يعني حسبه الثلاث نقاط فقط. حته بقى رد اعتبار وان احنا كسبنا واتغلبنا ومش عارف صن داونز ومستر موسيماني والاهلي
وما ينفعش نتغلب مرتين. اعتقد دي في كره القدم يعني لازم نحطها على جنب، لازم كل مباراه نتعامل معها على انها هي مباراه الثلاث نقاط فقط لا غير. ما نحطش نفسنا تحت ضغوطات حتى وان كانت النتائج فيما قبل نتائج سلبيه. يعني دايما حته ان انا الريفنج دي يعني في كره القدم مالهاش معاني في الوقت الحالي، صحيح، خاصه لما بتكون بتلعب في الجروب ستيج. تمام، خلاص انت عندك ثلاث نقاط هيصعدوك، ممكن تاخد نقطه. النهارده لو الاهلي كان تعادل الامور كانت اختلفت تماما. طبعاً. النهارده عندك خمس نقاط، صن داونز عنده اعتقد هيبقى عنده ست تمام. هيبقى عنده ثمان نقاط. الفروق مش كبيره، هي فرق ماتش. أي. انما انت النهارده احنا دلوقتي عمالين نحسب حساباتنا. طيب لو صن داونز كسب الهلال أي. هناك وانت كسبت المريخ، خلاص يبقى انت محتاج التعادل. أي. يعني عارف بتروح في حساب، عمال تروح في حسابات تانية مختلفه خالص. فالنهارده يعني خلاص طالما اتغلبت بتبقى بالنسبه لك درس قاسي لفيما بعد. تمام. انا النهارده بس يعني في نقطه عايز يعني اضيفها بس لكلام الكباتن، ان انت النهارده برضو ما قدرناش نستغل الاربع تغييرات او الخمس تغييرات المتاحه للاعيبه النادي لفرقه النادي. يعني طبيعي لما بتمر بحاله من الاجهاد لازم يبقى عندك وقت ولازم يبقى عندك فكر انك تستغل التغييرات اللي موجوده على دكه البدلاء. في بعض الاوقات لازم كل تغيير يبقى في مكانه الصحيح، في بعض الاوقات لازم كل لعيب نازل او كل لعيب اتغير لازم يؤدي المطلوب منه بشكل كبير جدا. النهارده الماتش مجملا ما حسيناش بتغييرات كبيره. اتيحت لك فرصه للتعادل، يعني كره حسام حسن كانت فرصه، وفرصه مهمه جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي ان هي كان ممكن تروح بالماتش لنقطه التعادل. ولكن اللي انا عايز اقوله ان الاداء نفسه، انا كنت اتمنى الاداء نفسه يتغير بالتغييرات اللي حصلت. انت النهارده غيرت اربع تغييرات، طاهر مكان كريم فؤاد، ودي تغييره يعني بالنسبه لي ليها علامات استفهام كبير. تمام. ايمن اشرف بدل عبد المنعم برضو تغيير عليها علامات استفهام كبيره. انا في بعض الاوقات مستر موسيماني بيبقى قلقان شويه، أيوه. قلقان من حته الانذار، لكن انا مش كل لعيب هياخد انذار هغيره. يعني برضو مش هتبقى يعني العمليه او الامور ما بتمشيش دايما بالشكل ده. لما يكون مثلا اللعيب عندي متهور وده سلوكه ممكن خلاص خد انذار هغيره خلاص. يعني في لعيبه بتبقى ايه يعني خلاص تبقى انت قاب قوسين او ادنى من الكارت الاحمر. لكن عبد المنعم يعني راسي، يعني لعيب برضو عنده هدوء شويه واتزان. تكمله لكلامك، ما ايمن اشرف نزل بعد 10 دقائق خد انذار. يعني معنى كده بقى بالظبط ده اللي انا عايز اقوله. عبد القادر كان التغيير المفترض من بدر شويه، يعني تاسع عليها من بدر شويه. حسام حسن برضو تغييره من بدر. يعني التغييرات ممكن كان نستغلها بشكل افضل من كده. ده اللي عايز اقوله، هي دي الحاجات اللي ممكن تبقى عكس فكره الاجهاد. وانا عندي اجهاد، لازم تغييرات لما بتحصل، انت بتغير نص فرقه، خمس تغييرات عندك، خمس تغييرات فنص فرقه، فممكن تعمل التزام، شعله نشاط مره ثانيه، تعمل التزام مره ثانيه، ترجعك للماتش مره ثانيه. اللعيبه لازم تبقى مقدره هي الكلام ده كله. كمان مستر موسيماني لازم يبقى عنده تقدير للحته دي بشكل كبير. يعني طيب تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني قال ايه بعد المباراه. Yeah, we tried, especially in the first half, we started very well. And then one of the opponents, we made one big mistake. We slept on the feet. I thought we scored on the keeper. And we expect them to score. But this is all as it is, they scored. Yeah, we have to be honest, also they had few chances. Very difficult. It's right or wrong, but when you're going to get the VAR, it's always saying that or not that. But yeah, okay, you say it is a win to those issues. بيقول زي ما قلت في المؤتمر الصحفي قبل المباراه ان هو هيبقى ماتش لقاء صعب جدا، لقاء كان الماتش ده ممكن نصنفه كانه ماتش الدور قبل النهائي او نهائي البطوله. كان مباراه صعبه. احنا للامانه احنا بدانا كويس الشوط الاولاني، بدانا كويس واستحوذنا اول ربع ساعه، كان الكوره كانت معانا اكتر من خصم، ومن كوره واحده من ضربه ثابته من كورنر احنا كنا متوقعين ان احنا نسجل من كورنر، بس ما كناش متوقعين يدخل فينا من كورنر من ركنيه نبنا، بس احد اللاعبين نام وما مسكش فجابوا جون ومسكوا الماتش. وبس لازم نقول برضو ان ده فرقه كويسه، فرقه بتلعب كويس وعندهم مهارات واحد لواحد. بس برضو برجع تاني بتكلم في موضوع الفار، لان في حاجات كتيره بيبقى عليها كلام ولو موجود الفار هيحلها. ومره ثانيه ببارك لهم هم فريق كويس. Yeah, we didn't make many chances of course. طبعا ما خلقناش فرص كتير. But we had one to pass. بس كانت جات لنا فرصه كان ممكن نتعادل منها. At the end, but, في الاخر في اخر مباراه. Unfortunately we missed a good header.
لكن للاسف كان هيت كويس واهدرناه للاسف اهدرنا الفرصه. لكن هنكمل هنستمر خلاص. موجود لك في النبار. الاهلي لحد دلوقتي لعب 6 مباريات في دوري ابطال افريقيا. 6 جيمز ان النبار زي زي الحرس الوطني 6 جيمز ما حسبوش ضربه جزاء. وي ميست وي هاد ا بينالتي في الفاست. داونز كان اللي حارس ان هو ذا جول كيبر ماست جت ا ريد كارد جت بيكوز اوف ذا فار. انا جيت محمد شريف برضه لم يتم بينالتي في بينالتي فور محمد شريف. لماذا ليه؟ عشان العداله تتحقق صوره كامله لازم يكون في فار ادوار تعقيب على الامر ده in the group stage. كل بطولات دوري ابطال اوروبا كل زيرو في الشامبيونز ليج اند ثينك ان جروب ستيج ليس هاف ذا فار. ليه الفار ما بيطبقش دوري الابطال؟ ايوه اسك وات يو ثينك. Well, I always say, you know, we have benefited from VAR and also we had our challenges results against us because of VAR. بقول لك الفار ساعات بيخدمنا ساعات في صالحنا وساعات برضه بيبقى فيه ضدنا او بيبقى فيه تحديات بسبب to really call it. It's very difficult to. They can't. We ourselves also sometimes I say offside. It's not offside. Sometimes it's as I think it's not offside. It's offside. صعب جدا للحكم الحكام مساعدين وياخدوا القرار الصحيح في لحظي قرار لحظي. احنا نفسنا بنبقى واقفين ساعات على الخط وكوره بنقول عليها تسلل ما بتكونش تسلل او بنقول مش تسلل وبتكون تسلل. But we should not be talking about that because I fortunately we didn't lose on a situation where VAR was supposed to be there. So we lost on a goal that is a normal goal. بس مفيش مجال نتكلم في ده لان لحسن الحظ ما خسرناش بجون بسبب غلطه فار. انا جبنا جون مظبوط الجول جه. The difference between Libertadores and Asian Champions League to Africa Champions League, the difference is 20 years. بيقول لك الفرق بين البطولات امريكا الجنوبيه وبطوله اسيا وبطوله افريقيا في فرق 20 سنه احنا وراهم 20 سنه متاخرين عنهم. وحقيقي يعني بتكلف كام يبقى في فار يعني هتكلف قد ايه؟ هتكلف قد ايه؟ If Egypt has it for every match. المفروض تتعمل في كل مباراه هيحصل ايه؟ But anyway, let's not go to VAR because we lost. خلاص مفيش داعي نتكلم على الفار عشان احنا خسرنا فمفيش مجال نتكلم على الفار. We are 20 years behind on this product. لكن بقول في بطوله افريقيا ده ابطال احنا 20 سنه متاخرين زي ما قال. That is going to be better. What this? Way better. What has happened? زي ما يكون اداتي افضل وتحسنت ومستوى تحسن فين بين افضل فين لسه بعيد عن الموضوع لسه دي برضه نو ديفرنس مفيش اختلاف حصل مفيش اختلاف حصل مفيش تحسن لو في تحسن حصل واختلاف حصل وروني فين الاختلاف اللي حصل احنا مش شايفين فور 8 ييرز مور ذان 8 ييرز ان فاكت وذ سوبر سبورت يونايتد بلاي اجينست جان دارك بيلعب ايام 8 سنين اكتر من 8 سنين ايام سوبر سبورتس يونايتد كان بيمرنوا لعبوا قدام فرق كبيره وانا مش فاكر من كام سنه من سنين طويله قدام اتحاد العاصمه قدام فرق كبيره ومع ذلك مفيش حاجه اتغيرت وارجع تاني بقول احنا ما خسرناش بسبب موقف بسبب غلطه فار مستمع حياتك 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 The heavy calendar you had and many, many games in a row affect the players, the attitude of the players? Yeah, we are not going to be here to be complaining about the heavy calendar we have. احنا مش هنا بنتكلم عن موضوع كثافة الماتشات او ماتشات كتير كانت علينا الاهلي. احنا النادي الاهلي. If we have 9 players going to play in FIFA Arab Cup in 1 month and you have 9 players 11 players playing in the Champions League for 1 month, and then you have one training session before. African Cup of Nations. Yes, and you have one training session before your CAF Super Cup against the Moroccans, Raja Casablanca, one match, and then they go back, and then you have the World Cup. You even play without your players, and then you come back. You're going to Sudan. You come back. You have Merih. You come back. You have a pyramid 3 days and then you are here and then you travel 10 hours it's your life it's the price you pay for being Al Ahly
بيقول لك يعني اذا كان جيت فتره تفقدت 9 لاعبين كان مع بطوله العرب بتاعت الفيفا وفي 11 لعيب كان مع منتخب مصر في بطوله امم افريقيه ولعبت كاس السوبر وطمنت تمرينه واحده بس معاهم جبت تمرينه واحده بس ليله الماتش وكسبت وجيت بعد كده بعد الماتش ده دخلت على 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 ماتشات كتيره دخلت لعبت في كاس العالم الانديه بعد كده لعبت بطوله افريقيا بعد كده لعبت في سان داونز هنا بعد كده طلعت لعبت اول حاجه الهلال رحت السودان لعبت كلعبت سان داونز في القاهره بعد كده لعبت المريخ وجينا هنا بيقول على طول ده قدرنا احنا نادي كبير وما اعتقدش في نادي في افريقيا عنده الماتشات دي كتير متتاليه بالشكل ده. So if you want an easy program, don't have 9 players to play FIFA Arab Cup, don't have 11 players to play CAF Champions League, don't have players, don't play the CAF Super Cup, don't play the World Cup. الموضوع يبقى سهل والبرنامج يبقى سهل ما يبقاش عندك لعيبه بتلعب في المنتخب الوطني هنا وهنا عربيه وبطوله افريقيه وبتلعب البطولات الكبيره ونهائي كاس السوبر. يعني ده دي الضريبه احنا بندفعها عشان انت فرقه كبيره. بس احنا المفروض ما نشتكيش. انا افضل يكون عندي ده افضل ده. افضل يكون عندي كده افضل يكون عندي برنامج كثيف في كثافه ماتشات افضل كده ما بحبش ابص ورا. هبص اقول شوف انا كنت جاي منين وعملت ايه وحققت ايه. العب ماتشات كتير العب قدام بايرن ميونخ العب قدام فرق العب. ده كويس للاعبين وكويس ليا انا. يكون عندي برنامج سهل وماتشات قليله بعدين ايه المشكله يعني هبقى فين هبقى بلعب بنافس على حاجات كبيره. Coach Cody wasn't great, but I think what's next in the group? In the group? Yeah, we've got two games to play. صوت مش واضح بيقول له ان في وسط في الماتشات الجايه قال لسه فاضل لها ماتشين نلعبهم. We should stay where we are. المفروض احنا في الحاله اللي احنا فيها في الموقف اللي احنا فيه فوق في اللي احنا فيه. You have to win your next two games. وعشان تعمل ده وتبقى واقف يعني واقف على رجلك في مكان انت فيه لازم تكسب الماتشين الجايين عشان يبقى عندك الاريحيه. And the two games in Cairo. والماتشين لحسن الحظ الماتشين الجايين في القاهره. We have no excuse. ما عندناش اعذار ان احنا نتاهل. وحصل عندنا مواقف زي دي قبل كده. دي حياتنا يعني احنا كفريق كبير. احنا نادي كبير نادي الاهلي. طبعا هتبقى صعبه. It is tough. بس الاهلي طبعا صعبه. But I think the emblem tells you that it has been tough for many years. بس شعار النادي بيقول لكم اكيد بيشوفوا النجوم شكلها ايه بيقول لك طبعا كانت فترات كتير كانت صعبه ومع ذلك حققنا انجازات. It's going to be tough. طبعا هتبقى صعب مش تبقى سهل. Any questions from the top? Please go ahead. Coach, good afternoon. It's Kanye from Sports.com. Coach, in your long career, you have experienced what they call second, third season blues. Second or third season blues. Blues? Yes. just be simple with me because you are too abstract. You know? I'm a football coach, remember? So speak easy. No, I hear you. Yes, I'm not an academic and intellectual. You know, the first and second seasons where you win a lot of trophies, then there's that struggle that comes in the third season where you ask whether the team has the same passion or the same hunger to achieve the successes that the team has had over the past few seasons. You mean Al-Ahly? Yes. You feel that they are there now where you've had so much success over the past few seasons, the players are struggling to raise themselves now again. You can only say that if we don't qualify. You can only say that. If you qualify, you can't say that. Because I didn't make this team to be where it is. I didn't provide anything on the badge, on the logos. Okay, I contributed to a few stars. But I didn't make this team. This team has been the way it is, has been played many games and has been through the thick of things. Yeah, so for me to say that there was no hunger, there's no hunger. No, I don't know. You got to understand that we have to go to the last two games and then we go to knockouts, you know. All the time, group stages will deceive you. You have experience of the group stages. Look for the last 2-3 years. You can win 6 out of 6 and stay number one. Let's go to knockouts and semifinals. And now, don't go to Morocco because it's open now. Eh? They have 50,000. Go to Tunis.
the 50,000, they open. It's a different game. Unfortunately, in Egypt, we don't open that much. We would wish that we could open. It's a different game. هو بيسأله سؤال بيقول أنت شايف إن النادي الأهلي بعد الإنجازات اللي حققها بطولتين أفريقيا ورا بعض اللعيبة ما بقاش عندها النفس المفتوحة والرغبة في الفوز زي قبل يعني زي عندهم تشبع فقال لهم أنا أقدر أقول ده لو إحنا ما تأهلناش بس عندنا فرصة كبيرة بص شعار النادي النجوم الكبير اللي عليها دي أنا ما عملتش حاجة في النادي أنا جاي لقيت النادي ده عنده الرغبة في الفوز وعنده القوة وعنده الكلمة العليا دايما في اللقاءات وعايز أقول لك على حاجة إن مجموعة دوري المجموعات مش دايما بيكون بيعكس الوضع لأن فرق كتيرة بتتأهل بتبقى بصعوبة وبتاخد البطولة فرق بتاخد ممكن تاخد 6 نقاط بتوع أو النقاط كاملة بتاعة الدوري المجموعات وشوف هتعمل ايه بعد كده في خروج المغرب في الادوار الدور بعد كده دور ربع النهائي والنصف النهائي والنهائي دلوقتي فرق مثل زي المغرب دلوقتي خلاص فتحوا الجماهير ممكن 50,000 تونس نفس الموضوع روح هناك وحاول تكسب شوف هتكسب ازاي للاسف مصر ما اتفتحتش قوي الجماهير مش مسموح بجماهير كتير اتمنى يسمحوا لنا في مصر نلعب عدد جماهير كبير برضو عشان يبقى في يعني في يعني تساوي في الفرص مع فرق شو بس انا عايز ان اوبورتونيتي تو وين ات ناو سينس 2016 بين تو لونج سان داونز اخر مركز بقى 2016 اعتقد دلوقتي عندهم فرصه ان ممكن يكسبوها so they've invested a lot of money and on players and you could see even in the December transfers they've really invested a lot of money even more than us استثمروا فلوس كتير واشتروا لعيبه كتيره جدا في ديسمبر في فتره الانتقالات يعني جابوا لعيبه شوف اللعيبه كتيره موجوده حتى اكتر مننا جابوا لعيبه كتير and the pressure is on them they have to win it now والضغط عليهم دلوقتي فوتهم ما يكسبوا I mean they can beat Al Ahly home and away so you must as well as win اذا انت تكسب الاهلي ذهاب على ارضك وبره يبقى انت لازم عندك لازم تكسب البطوله في الضغط عليهم دلوقتي the Paris Saint-Germain story again لو ما كسبتش هتعمل زي باريس سان جيرمان نفس قصه باريس سان جيرمان and then you can win it in the group and group you good the trophy تكسب دوري المجموعات تبقى كويس تاهل من اهم حاجه اكسب الكاس اكسب الدوري وحطه على الترابيزه then we talk اكسبه وحطه على الترابيزه خلينا نتكلم بقى ليها كلام تاني now it's okay part of football دلوقتي جزء من كره القدم we lost to we drew against this Vita at home yes all the group stages I mean we are just coming in السنوات السابقه اتعادلنا مع فيتا على ارضنا خسرنا من سيمبا بره وده برده كان بيحصل وهدر نقط كتيره برده على ارضنا قصدي بتكلم على الماتشات على ارضنا ومع ذلك تاهلنا بس انتوا عارفين القصه انتهت ازاي النسخ السابقه There's somebody here. Mr. Chabalala, I think please just go ahead online. But he asked again. Didn't he ask before? I think there's another Chabalala, Mr. Chabalala there. Mr. Osmani. Two Chabalalas. Okay. Please go ahead. Yes, the remaining two games are cup finals, of course. بالرغم من النتيجة بالخارج لك وبالرغم من النتيجة أنت أفضل مدافع في أفريقيا ولسه فرص ليك عندك فرص في التأهل أنت فضلك ماتشين فقال له أنا فضل ماتشين ممكن نكسبه ونتأهل. And the pyramid game on Tuesday, Wednesday was also cup final. الماتش الأخير برضو اللي لعبناه يوم الثلاثاء أعتبر برضو كأنه نهائي كاس. Too many cup finals, yeah. كل بطولة بنلعبه كأنه نهائي كذا بطولة أصغر ماتش بيراميدز والماتشات السابقة كلها بأهمية كأنها نهائي بطولة. There's always drama here when I come in. Yeah, but they said there was an official complaint lodged the national mission over what happened. But what complained that I moved the barricades because the road is blocked. Can you explain what exactly happened? Okay, you must talk about what happened in the Atresville Fest when they blocked the bus. والمدرب الفريق آخر قال أنت قدمت شكوى رسمية. فلو أنتم مش عارفين. I don't want to open a lot about Sundowns. I'll tell you what happened even when we played Sundowns last week and all that. There's too many things personal to me, but I'm over those things. I don't want to talk because it's unbelievable. It's unbelievable. I don't want to talk anymore. You know, it's okay. I'll talk on my book on my documentary. You'll get shock of your life of what's happening. Even now. Every match before me, before my every match, they're still behind me. They're still after me, these people. They don't leave me alone. I've moved on. You've got a good team. You've got 3 coaches. I mean, really? What do you want? Move on.
Believe me, I'm gone. I've done my best. I've given you a great team. Why are you after me? What do you want to achieve? بيقول له المدرب فريق بيقول انت قدمت شكوى رسميه، قال له اه انت مش عارف عملت ايه، اساله خليه يقول لك بالظبط انا عملت ايه. انا نزلت وشلت السوار في الشارع عشان مقفول الطريق بنفسي، وانا انا انا مش عارف، وده مش بيحصل، وشتموني بامي، انا مش عايز اتكلم مع سان داونز، بيلحقوني على طول، بيضايقوني على طول، مش الماتش ده، حتى الماتش اللي قبل كده، الماتش كان من اسبوع من فتره كان في مصر، والماتش اللي لعبناه السنه اللي فاتت على طول على طول، يعني هم عايزين. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. يمكن شفنا من مستر موسيماني طبعا على وشه علامات الحزن بسبب نتيجه المباراه، ولكن المباراتين القادمتين ان شاء الله والنادي الاهلي قادر على التعويض باذن الله في مباراتي المريخ والهلال السوداني، وخصوصا ان الماتشين على ارض النادي الاهلي في القاهره باذن الله. ودائما شعار النادي الاهلي العبره بالخواتيم. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيمية. أرجوكم انتظرونا.